صح. ارفع على راسك يا حكام. مش انا معاك يا صاحبي، معاك. تقاطع عليا ولا لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عشاق ومتابعي شاشة اون تايم سبورتس في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه تحياتي محمد عفيفي ولقاء قمة الناشئين 2005. الزمالك يستضيف النادي الاهلي في اولى مباريات الدور الثاني، والدورة بقى اللي هتأهل بطل مسابقة الموسم الحالي. بعد ما لعبنا دور اول من 20 فريق ب19 مباراة، الدور الثاني نظام البطولة اول 10 فرق هيلعبوا على البطل، والعشرة اللي جم من المركز ال11 للمركز ال20 هيبدأوا يلعبوا على الهبوط، ثلاث فرق تنزل لي القسم الثاني. كنا لازم نوضح كده في المقدمة النهاردة الرقمية والفنية لقمة الناشئين 2005 اللي بيستضيف فيها القلعة البيضاء النادي الأهلي في مواجهة اليوم. خلينا في التشكيلة بتاعة الاثنين المدربين، الكابتن محمد عبد الله اللي بيقود نادي الزمالك فنيا، والناحية الثانية الكابتن حسن محمد اللي بيقود ابناء القلعه الحمراء. هيبدا النهارده نادي الزمالك في حراسه المرمى باحمد جمال، قدام اربعه احمد خضري، علي عبد المجيد، السيد اسامه ومحمد ابراهيم، وقدامهم اتنين ارتكاز محمد السيد ويوسف احمد حسن، ثلاثه هيلعبوا في مناطق صناعه الهجمات عمار ياسر وانس وائل، واللاعب الجديد بقى متيابا اللاعب الاوغندي النهارده بيشارك وبيظهر لاول مره، طبعا جايبينه ليه الفريق الاول، ولكن الراجل اتايد قدامنا هو مع قطاع الناشئين، وهيلعب قدامهم الاسترايكر الصريح ايمن امير. على دكه بدلاء نادي الزمالك النهارده يوسف حماده حارس بديل لاحمد جمال، ومعاه يوسف وائل وعلي جمال وياسين محمود، محمود الحصري وابراهيم ممدوح، زياد محمد، احمد نيازي واحمد خالد. ادي طاقم التحكيم بقياده الكابتن هيثم عثمان وهشام الدسوقي ومحمد الزناري. ممكن يكون في حاجه كده في السكور بيراجعها مع اداري نادي الزمالك. كابتن خالد عمران، وممكن يكون الارقام ومطابقه كده السكور شيت مع اللعيبه اللي موجودين. هنتاخر شويه مفيش مشكله، انما نكمل فيها تشكيله النادي الاهلي اللي بيكملوا عمليه الاحماء قدامنا. النادي الاهلي هيبدا بحازم جمال في حراسه المرمى، بروتوكول قبل اللقاء اهوت كابتن محمد عبد الله اللي قدامنا لعب اهلي ولعب زمالك ولعب اسماعيلي، المدير الفني لناشئين الزمالك 2005 بيرحبوا بالجهاز الفني للنادي الاهلي. نكمل التشكيله، محمود لبيب، احمد عبدين، معتز محمد، يوسف سيد، عبد الحفيظ، اربعه في المناطق الدفاعيه، قدامهم طارق فوزي واحمد وحيد ويوسف جمال، والخط الهجومي فارس خالد ومحمد احمد شهير بشيبه وابراهيم عادل. دي تشكيله النادي الاهلي اللي هيبداوا بيها مواجهه اليوم. وعلى دكه البدلاء عمر كمال حارس بديل لحازم جمال، معاذ محمد، ادم سمير، يوسف عفيفي، وسيف ايمن، وعزت منصور، وهشام مصطفى. كل ده بنستعد ليه بدايه المباراه، والحكم بيراجع كمان اللي موجودين في الملعب على الدكه، كل المراجعه اللي قدامنا دي سواء كان للعيبه عشان ما يبقاش في عدد زياده في الملعب، يبقى اللي موجودين المجموعه الفنيه ومجموعه الاداريين والجهاز الطبي، وبعد كده هيخرج الباقي خارج الملعب. تمام كده كابتن هيثم عثمان. مباراة كبيرة، حتى لو النادي الاهلي بيلاعب الزمالك على مستوى مدرسة الكرة، تبقى قمة، قمة ناشئين، قمة شباب، وطبعا القمة الاكبر هي قمة الفريق الاول. بدأنا بالتشكيلة وبدأنا بنظام البطولة، بطولة 2005، ونراجع تاني موقف الفرقتين في الدور الاول قبل مواجهة النهاردة، اللي قلت لحضراتكم دي اول لقاءات الدور الثاني اللي هيلعبوا بقى كل فريق 9 ماتشات فقط لا غير. العشر الاوائل اللي طلع منهم زد وانبي والاهلي والزمالك بالترتيب كده حسب النقاط بتاعتهم، احتل القمة زد 46 نقطة، نادي انبي 42 نقطة، الاهلي 41 اللي بيلعب النهاردة مركز ثالث، الزمالك رابع 40 نقطة، وراهم بيراميدز 38، فاركو 36، الاتحاد بنفس الرصيد، بعديهم بتروجيت والقناة والاسماعيلي، بتروجيت 33 والقناة 31 والاسماعيلي 29 نقطة. ادي ترتيب العشر الاوائل اللي قلنا هيلعبوا على بطل المسابقة، والعشرة بقى اللي من المركز ال11 للمركز ال20 لسه كل ده الحوار. طبعا اصحاب الملعب نادي الزمالك
هم المسؤولين طبعا عن كل النواحي الإدارية، عشان كده الحكم واقف اهوت مع الجهاز الفني وإداري نادي الزمالك. العشرة بقى التانيين اللي هيلعبوا على ثلاث فرق هتهبط للقسم الثاني، ادي الكابتن حسين السيد حارس مرمى مصر ونادي الزمالك بيتابع المباراة، عضو مجلس الإدارة. كابتن حسين لبيب في اعتقاد الكادر هو بيقرب متابعة طبعا لمباراة كبيرة. وده جومز بقى الجديد المدرب موجود اهوت مع الكابتن حسين السيد بيتابعوا اللقاء على طول. زمايلنا ساعات كده عينينا تزغلل، انما بنتابع مع حضراتكم قمة الناشئين النهاردة اهلي وزمالك. كلمنا على نظام البطل، هنقول ال11 لل20 فيوتشر سموحة سيراميكا الحدود المقاولون العرب المحلة الجونة اسيوط وادي دجلة بلدية المحلة 10 فرق هيلعبوا برضو دوري من دور واحد، 9 مباريات زي نفس الدوري اللي هيتلعب مع العشرة الاوائل اللي منهم لقاء الاهلي والزمالك. لسه كل ده المشكلة ما اتحلتش وقربنا نخلص الورق اللي معانا، انما هنكمل تاني الاجواء بتاعة دوري الناشئين. النادي الاهلي جمع في 19 مباراة 41 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن نادي الزمالك، لعب 19 فاز 11 واتغلب 2. نظام التعادل بقى في قطاع الناشئين كله لو اتعادلت تلعب ضربات جزاء، اللي يكسب ياخد نقطتين واللي يخسر ياخد نقطه. اتعمل النظام ده طبعا عشان يبقى فيه بعد كده قدرات للعيبه الصغيره وهي طالعه في التسديد من نقطه الجزاء، بعد ما حصل لنا مشاكل كتير على مستوى المنتخب الاول في المباريات المهمه. وصلنا لمرحله يمكن لما لعبنا السنغال ضربات ترجيح مين يوصل كاس العالم خسرنا برضه نهائي امم افريقيا، بدا يبقى فيه تطوير في الحته ديت. فالبداية بدأت من القاعدة من اللعيبة الصغيرين في حالة التعادل، العب ضربات ترجيح تكسب تاخد نقطتين تخسر تاخد نقطة واحدة، عشان نعرف التفريدة كده بتاعة النقاط اللي جمعها الأهلي والزمالك خلال الدور الأول 19 مباراة. الأهلي كسب 11 واتغلب 2 وتعادل 6، ماتشين من الستة فاز بضربات الترجيح يبقى ياخد فيهم 4 بونت، وتعادل 4 خسر بضربات الترجيح ياخد في كل نقطة كل مباراة نقطة وحيدة. ادي ال 41 نقطة بتوع النادي الاهلي. بيراجع برضو كده المساعد على الارقام واللعيبة. المفروض على فكرة المباراة ليها وقت تبتدي فيه الساعة 2:30 بالتمام والكمال، كان الكلام ده يتعمل بدري شوية، يعني انزل بقى الملعب شوية بدري ربع ساعة، امن السكور باللعيبة بالارقام بعدد اللي موجودين في الملعب، وبعدين تعمل القصة دي تاني. ده هو المدير الفني وفعلا موجود زي ما انا قلت كابتن حسين لبيب برضو اللي جالنا على الكادر، الكابتن احمد سليمان عضو مجلس الاداره وباقي بقى اعضاء مجلس اداره النادي الزمالك اللي بيتابعوا اللقاء النهارده. نروح لنادي الزمالك وال40 نقطه اللي جمعهم من 10 انتصارات والهزيمه 3 مرات خلال الدور الاول، اتعادل 4 فاز بيهم بضربات الترجيح من نقطة الجزاء، وتعادل 2 خسر بضربات الترجيح من نقطة الجزاء. 3 هزايم كان بيراميدز والاسماعيلي. ادي لعيبة نادي الزمالك وبدأنا اهو هندخل في اجواء المباراة. نعيد التشكيلة مرة تانية في مواجهة اليوم. هيبدأ النهاردة الزمالك باحمد جمال في حراسة المرمى، طرف الشمال احمد خضر 11، جنبه علي عبد المجيد 2، سيد اسامة 5، محمد ابراهيم الباك اليمين 22، وقدامهم 2 ارتكاز محمد السيد 42، يوسف احمد حسن 19، 3 في مناطق صناعه اللعب عمار ياسر 41، وانس وائل رقم 10، لاعب الاوغندي الجديد متياب 14، وايمن امير رقم 12. على دكه البدلاء يوسف وائل وعلي جمال وياسين محمود ومحمود حصري، ابراهيم ممدوح، زياد محمد، معاهم احمد نيازي واحمد خالد والحارس يوسف حماده. الناحيه الثانيه النادي الاهلي حازم جمال في حراسه المرمى، قدامه محمود لبيب 13 في الطرف الشمال، احمد عبدين، معتز محمد 2 مساكين، عبدين 34، معتز 3. ادي تشكيله النادي الاهلي وتشكيله نادي الزمالك مع طاقم التحكيم هيثم عثمان وهشام الدسوقي ومحمد الزناري، يوسف سيد عبد الحفيظ رقم 6 في الجبهه اليمين، طارق فوزي 14، احمد وحيد 21، ويوسف جمال 24، 3 في وسط الملعب، 3 في الخط الهجومي، فارس خالد ومحمد احمد شيبه وابراهيم عادل.
على دكة البدلاء فارس خالد 8، شيبة 30، إبراهيم عادل 15، عمر كمال حارس بديل، معاذ محمد، آدم سمير، يوسف عفيفي، سيف أيمن، عزت منصور، هشام مصطفى. دي دكة بدلاء نادي الزمالك في مواجهة اليوم. كل الأمنيات الطيبة إن مباراة تليق بالعنوان بتاعها إن هو لقاء قمة على غرار الفريق الأول، ولكن النهاردة مسابقة 2005 من أجل اللي يحسم بطل مسابقة 2023-2024 اللي المسابقة هتنتهي إن شاء الله في شهر 4 القادم بعد ما كل فريق يلعب 9 لقاءات في المجموعة اللي بتضم 10 فرق اللي صعدوا من الدور الأول. أدي الحكم بيعمل بين الاتنين الكباتن أنس وائل كابتن نادي الزمالك وهنبتدي إن شاء الله مباراتنا النهاردة. يعتبر ده الأسبوع الأول أو المباراة الأولى من المواجهات. نادي الأهلي سجل 45 جون واستقبل 17، أقوى قدرات دفاعية في المسابقة. رحل عنه 3 لعيبة مهمين النادي الأهلي من قطاع الناشئين، منهم 2 من فريق 2005، لاعب كباكا وزعلوك، الاثنين اللي رحلوا الى نادي مودرن فيوتشر في الصفقه كده التبادليه مع النجم عمر كمال اللي جه للنادي الاهلي في الفريق الاول، ومعاهم بقى عبد الرحمن رشدان، انما مواليد 2003 رشدان، ضمن الثلاثه اللي راحوا ليه فريق مودرن في انتقالات يناير. نادي الزمالك النهارده بيدفع لاول مره باللاعب الاوغندي موتيابا اللي بيرتدي القميص رقم 14، طبعا هيتعرف عليه الجمهور. نادي الزمالك طبعا مش جايبه لقطاع الناشئين، جايبه للفريق الاول، انما هيلعب الراجل في المرحله السنيه بتاعته. على بركه الله 90 دقيقه مهمه لكلا الفريقين اهلي وزمالك على ملعب الزمالك ب 100 عقبه. لقاء الدور الاول بينهم انتهى بالتعادل في الوقت الاصلي، والزمالك فاز 4-1 بضربات الترجيح من نقطه الجزاء. الزمالك خد 2 بونت والاهلي بونت، ادي اللي بنتكلم عليه شكل المسابقات. ادي هيثم عثمان قدامنا، جهاز الفني للنادي الاهلي بيقوده كابتن حسن محمد، والناحيه الثانيه الكابتن محمد عبد الله رئيس قطاع الناشئين في النادي الاهلي الكابتن وليد سليمان، رئيس قطاع الكوره وقطاع الناشئين الكابتن محمد حلمي نجم نادي الزمالك في الثمانينات، مع الكابتن ناصر ابراهيم مشرف على الفريق اللي قدامنا، كابتن عماد المندوه مدير فني للحراس، يقابلوا الناحيه الثانيه كابتن احمد ناجي مدير فني لحراس المرمى على مستوى القطاع، انما مدرب الحراس كابتن ابراهيم عبد الجواد ل 2005 الفرقه اللي قدامنا، كابتن محمد صلاح مدرب مساعد ده الجهاز الفني الاهلاوي، كابتن عمار فتحي مدير اداري، معهم الدكتور محمد فوده ومدرب الاحمال الكابتن محمد نحله. فرصه طبعا الوقت كبير، بنقول كل مقدماتنا. كابتن محمد عبد الله قدامنا المدير الفني لنادي الزمالك، وجه طبعا معروف لجماهير الكوره اثناء فتره اللعب في الملعب. الناحيه الثانيه الكابتن حسن محمد اللي جه كده للنادي الاهلي بعد منتصف الموسم، بعد رحيل الكابتن علاء عبده اللي كان بيقود الفريق، راح مدرب منتخب 2005 مع الكابتن وائل رياض المدير الفني، وكمل المسيره بقى كابتن حسن محمد، ويامل ان هو يحقق بطوله مع النادي الاهلي هتتكتب طبعا في السيره الذاتيه بتاعته، حقق بطوله مع طلائع الجيش في قطاع الناشئين. كل الكلام ده على الكابتن حسن محمد مدرب النادي الاهلي. وهيبدا بقى كابتن هيثم عثمان بيشاور للاثنين المساعدين هشام الدسوقي ومحمد الزناري، على يميننا نادي الزمالك، على شمالنا النادي الاهلي، والبدايه من ايمن امير للخلف عند يوسف احمد حسن، حطها هناك عند متيابه في الطرف اليمين، انما يستقبلها محمد ابراهيم الى متيابه، اول لمسه ليه يرجع بيها تاني على يوسف احمد، ولكن ضربه حره قرار من هيثم عثمان بفاول لصالح نادي الزمالك. طبعا هتلاقي الجماهير موجوده حوالين الملعب، اي فانيلا بيضة وفانيلا حمراء اهلي وزمالك، قلت لحضراتكم على مستوى كل المراحل السنيه مباراه ليها اهميه ومباراه ليها جماهيريه كبيره. يوسف يرجع لورا ويستلم الى علي عبد المجيد، طبعا في حسام عبد المجيد نجم الفريق الاول ولاعب المنتخب، وادي علي عبد المجيد بقى على نفس الطريقه والشكل والستايل كده مع فريق 2005، ما يقدرش يحصلها عمار ياسر، تطلع بره الى رمي التماس. يوسف سيد عبد الحفيظ، ادي يوسف سيد عبد الحفيظ، طبعا خلاص معروف نجل النجم الكبير كابتن سيد عبد الحفيظ نجم النادي الاهلي السابق ومدير الكوره السابق،
ترجع لورا معتز محمد هيطول لقدام يلغي مراحل التحضير ويحط واحده طويله اماميه خارج منطقه الجزاء هيبدا يشتغل شيبة مع فارس خالد ادي العرضيه انما جامده قوي جامده قوي العرضيه تطلع بره الى ضربه مرمى اول محاوله هجوميه للاعيبه النادي الاهلي راحت هناك في الطرف الشمال اللي هيشتغل فيه النهارده محمود لبيب وطارق فوزي واحد هيشتغل على مستوى الاداء الدفاعي وواحد هيشتغل هجومي لبيب هيلتزم بيه الواجبات الدفاعيه وطارق فوزي هنبدا نشوفه بيتحرك هاف ليفت او لاعب وسط مهاجم من الجبهه اليسرى قادر رمي التماس يلعبها على طول احمد خضري سيد اسامه يرجع لورا لاحمد جمال حارس مرمى منتخب 2005 اكتر طبعا من لاعب هنا وهنا بيلعبوا مع منتخب مصر 2005 اللي بيقوده الكابتن وائل رياض نتمنى لهم التوفيق الفتره اللي جايه لعبوا بطوله شمال افريقيا ولقاءات وديه بقى تعرف على اللعيبه وهيبدا يضم عناصر تانية لعب الكره اماميه طويله عمار ياسر يبدا عند احمد خضري ولكن كان في رايه هنشوف بيتكلم احمد خضري اللي بيلعب الناحيه دي في الجنب الشمال لاعب رقم 11 كابتن محمد عبد الله هو اللي في المنطقه الفنيه بيكلم لعيبته وفي ظهره على طول الكابتن محمد صلاح وباقي الجهاز الفني طلع بدماغه خضري خضري انا سوائل حطها بوش رجله اماميه في اتجاه متيابه ولكن توصل سهله لحازم جمال هنا احمد جمال حارس وهنا حازم جمال يلعب على طول حازم طويله في اتجاه حسام عادل ده ابراهيم عادل رقم 15 لاخوه طبعا التوأم حسام انما ده ابراهيم اللي قدامنا ورمي التماس يوسف سيد عبد الحفيظ يلعب على طول يوسف سيد ترجع له تاني انما زحمه في الجنب اليمين ثلاث لعيبه يضغطوا يرجع عمار ياسر على جبهه احمد خضر يقدم خدماته الدفاعيه من بدري وياخدوا منها رمي التماس النادي الاهلي عند يوسف سيد عبد الحفيظ قدامنا من نفس المكان تتلعب على طول لورا احمد وحيد اللي هيكون النهارده النقطه المحوريه في الاداء واللي هيعمل عمليه الربط من المناطق الدفاعيه للخط الامام احمد وحيد جوه ال 18 خطيره للنادي الاهلي تترد بره عند فارس خالد لسه هيظبط فارس خد وقت كبير وادي الضغط كمان هناك طارق فوزي انما يطلع الدفاع ويتعامل بشكل كويس محمد ابراهيم يحلوا المشكله الدفاعيه قبل ما يضغط فارس خالد الخطير واحد من هدافين النادي الاهلي فارس خالد تتلعب الكره على طول طويله اماميه متيابه في وسط ملعبه ينقلها ويحركها لانس انس وائل هناك يفتح في طرف الشمال عند احمد خضري اللي عنده الرغبه الهجوميه يطلع ويزيد لقدام خضري لما يرجعوا بيها تاني على وسط ملعبهم ضغط امامي من لعيبه النادي الاهلي دي طارق فوزي مع يوسف جمال واحمد وحيد يعملوا مرحله دفاعيه من بدري انما تطلع بره الى رمي التماس تماس هيلعبها خضري طويله هناك اماميه الرقابه موجوده من عبدين قلب دفاع النادي الاهلي ويخلصوا الكره كويس ويلعبوها على طول طويله انما في تسلل على محمد احمد شيبه وضربه حره غير مباشره لصالح نادي الزمالك بدايه هاديه اول خمس دقائق وقت بدري ان انت تتكلم فنيا عن طرق اللعب هنا وهنا طبعا خلاص مرحله سنيه لعيبه عندها 18 سنه وانت طالع مواليد 2005 احنا في 2024 لازم يكون في عناصر منهم بتلعب مع الفريق الاول نادي الاهلي عنده ثلاث لعيبه مأيدهم على فكره في القائمه الافريقيه من فريق 2005 حازم جمال ويوسف سيد عبد الحفيظ ومحمد عبد الله مش موجود النهارده محمد عبد الله في التشكيله يغير اتجاه اللعب حلوه هناك في الطرف الشمال الانطلاقه حلوه من خضري خضري عاوز يعدي ويلعب عرضيه انما يتعامل ويطلع بره الى رمي التماس لصالح نادي الزمالك كان متقدم اللي فاتت ديت عمار ياسر خضر لعبها له وعمار هو اللي حاول يعدي من جبهه يوسف سيد عبد الحفيظ ولكن ياخدوا منها تماس ترجع الكره لورا سيد اسامه خطا في التمرير الانطلاقه ابراهيم عادل ابراهيم عادل عاوز يعمل انفراد خطيره انما يصلح تاني يا ولد يا لعيب ويطلع علي عبد المجيد ويحل الغلطه الاولانيه بعد ما كان هيعمل لهم مشكله ابراهيم عادل في الخط الامامي بره الملعب وعلى الارض
معتز محمد اللي كان زايد قلب الدفاع الثاني جنب احمد عبدين النهارده. معتز بيلعب برجله الشمال، لعيب كويس وبيجي من ورا لقدام، لو الدنيا والسكه فاضيه يبدا هو اللي يرحل ويبدا القرار ببدايه الهجمات. الكلام ده من بعد خط المنتصف، بتكلم على معتز، يمرر على طول معتز الى طارق فوزي، طارق هيظبط تاني ويروح في نفس الاتجاه في جبهه محمود لبيب، لما ترجع الكره لورا الى عبدين. ثلاث نقلات تترد تاني للخلف تماما عند حازم جمال بهدوء لعيبة النادي الاهلي في وسط ملعبهم، يلعب لقدام طويلة حازم، لغى التمرير القصير وقال ابدأ انا الهجمة عند فارس خالد وشيبة وابراهيم عادل، انما مقطوعة تاني، يرجع بيها لورا عمار ياسر الى سيد اسامة فتح له الملعب علي عبد المجيد، انما يروح هناك جامدة قوي على محمد ابراهيم، هتطلع منه بره فعلا ما يقدرش يظبطها، الراجل عمل له التمريره جامده وهي طالعه من رجله، قلنا جامده على محمد ابراهيم الى رمي التماس، تماس لصالح النادي الاهلي. محمود لبيب رجع اهوت كمان لورا، محمد السيد اللي مدينا ظهره لاعب رقم 42 اللي بيشتغل النهارده جنب يوسف حسن، طلع الدفاع انما لسه جوه المنطقه في منطقه الخطوره عند عادل، ابراهيم عادل ترجع تاني لورا من ابراهيم عادل، التسديده ولكن ضعيفه، يوسف جمال اللي حاول من قدام المنطقه انما تروح سهله لاحمد جمال. النهارده في جمال كتير في الملعب، يوسف جمال، حازم جمال، احمد جمال، ويا ريت المباراه تليق بالجمال اللي احنا عايزينه، سواء للاهلي للزمالك ما تفرقش معانا. بعرض الملعب مره ثانيه، تحضير زملكاوي بهدوء من المنطقه الدفاعيه في الجبهه الشمال، خضري خضري انما غلطه يستغلها لعيبه النادي الاهلي، يفتحوا الملعب هناك اهوت عند يوسف جمال، انما يتزحلق ويطلع بره ويتعامل كويس قوي احمد خضري. رمي التماس لصالح النادي الاهلي كالعاده، يوسف سيد عبد الحفيظ الباك اليمين هو اللي هيلعب، تعليمات النحياده على طول كابتن حسن محمد ليه لعيبته، ادي العرضيه موجوده انما يطلع الدفاع مره ثانيه، يوسف جمال هو اللي عمل الشغل في اللعبه اللي فاتت. يوسف سيد عبد الحفيظ عرضيه حلوه يا ولد يا لعيب، حلوه حلوه حلوه، فوقتنا اللي فاتت دي، عرضيه منتهى الجمال والروعه وضربه مزدوجه ما فيش احلى من كده. ادي حكايه الهجمه الاخيره، يوسف سيد عبد الحفيظ وعمل عرضيه بقول لحضراتكم منتهى الجمال والروعه، يا دوبك بجوار القايم، الشكل حلو، العرضيه حلوه، الضربه المزدوجه احلى واحلى من على 18 نادي الزمالك. ادي محمد عبد الله هو تحس بالخطوره، بيكلم لعيبته ان هم يبداوا يقفلوا تاني، انما في بعض الاخطاء للعيبه نادي الزمالك والكره في رجل المدافعين بيضغط لعيبه النادي الاهلي بشكل كويس، وكانوا هيروحوا مرتين يعملوا مشاكل على دفاعات خضري وعبد المجيد واسامه ومحمد ابراهيم خارج الملعب الى رمي التماس. 10 دقائق من بدايه اللقاء، تعادل السلبي، قمه دوري 2005 اهلي وزمالك على ملعب الزمالك، الاسبوع رقم واحد من التصفيه النهائيه، ملعوبه تاني عند فارس خالد ولكن بره، يزقها خضري الى خارج الملعب. اكتر واحد بنقول اسمه احمد خضري، يبقى الضغط من ناحيته للعيبه النادي الاهلي، هم اللي ضاغطين من الجبهه اليمين، الجبهه اليسرى لنادي الزمالك اللي فيها خضري اللي بتكلم عليه، وعشان كده هو اللي بيقفل على يوسف سيد اللي لعب التماس دلوقتي، انما قدر يوسف سيد عبد الحفيظ في واحده يعمل العرضيه اللي اتعملت جوه ال 18 واستقبلها كويس قوي الناحيه الثانيه، كان احمد وحيد هو اللي مكمل وعمل ضربه مزدوجه ما فيش احلى من كده، ضربه مرمى في النهايه، قلت لحضراتكم اقوى قدرات دفاعيه هي النادي الاهلي، 17 هدف فقط لا غير في 19 اسبوع، وسجلوا 45 جون، هم برضو اقوى هجوم، انما الزمالك هو اقوى دفاع، انا قلت غلط، الزمالك اقوى دفاع في المسابقه لغايه دلوقتي، 12 جون اهتزت بيهم شباك نادي الزمالك، يبقى الاهلي الاقوى هجوميا والزمالك الافضل دفاعيا خلال ال 19 اسبوع. غلطنا نقول غلطنا، ما نستناش حد يصحح لنا. تاني في وسط الملعب ملعوبه الى عمار ياسر، يرجع بيها عمار على خضري، خضري
للخلفة دي مشكلة. عادل خطيرة، ابراهيم عادل، انما يطلع يا ولد يا ولد يا احمد يا جمال. الاخطاء اللي لسه بتكلم عليها من دقيقة عمل واحدة اهو كانت هتعمل ازمة، ولكن على طول يتعامل احمد جمال حارس المرمى قبل ابراهيم عادل اللي عمل انفراد، وتكون اقرب فرصة ليه لعيبة النادي الاهلي، وهي الاخطر دلوقتي والاقوى على دفاعات ومرمى نادي الزمالك الخطأ اللي استغلوه. انما احمد جمال هو اللي يتألق ويطلع وياخد الانفراد. حوار ما بين الحكم هيثم عثمان ولاعيبة النادي الاهلي، كابتن محمد عبد الله بيكلم خضري اللي بيشتغل من الطرف الشمال. هنشوف اللعبة، هو الخطأ بعد الضغط اللي اتعمل على يوسف احمد حسن، هو اللي غلط وراح اهوت ابراهيم عادل، ولكن يا ولد احمد جمال حارس المرمى في توقيت مثالي يطلع قبل عادل ويمسك الكرة. ضربة حرة لنادي الزمالك من مكان كويس، تتلعب عالية هناك على ايمن البعيد، انما سهلة حازم جمال يتعامل معاها ويمسكها. ادي حازم جمال قدامنا، موجود عمر كمال حارس بديل ليه النهارده، طويلة امامية تطلع بره الى تماس، رمي التماس عند محمد عبد الله، رايح بيقرب منه شيبه رقم 30 مهاجم النادي الاهلي. زحمه في الجبهه اليمين لنادي الزمالك في بدايه الهجمه، انما كل اللعب لغايه دلوقتي في مناطق وسط الملعب، بعيد تماما عن التاثير الهجومي باستثناء الاخطاء الدفاعيه اللي بتظهر وكان هيستغلها لعيبه النادي الاهلي. ضربه حره، محمد ابراهيم على الفاول، يرجع لورا عند علي عبد المجيد، عبد المجيد الى خضري، سيد اسامه يرجع بيها لورا الى احمد جمال اللي كان فايق وصاحي وصلح الغلط بتاع يوسف حسن اللي رجع له الكوره. الكلام ده من دقيقه على وسط الملعب من جديد، استلام لسه ايمن اميره هو بدا يظهر دلوقتي، كوره كانت بعيده عنه، اضطر الراجل يرجع على وسط ملعبه، خد فاول في اللعبه اللي فاتت، ايمن امير اللاعب رقم 12، لان اللعيبه محدش بيرحل له لقدام، اللعيبه اللي في وسط الملعب النهارده انس وائل، متيابه، عمار ياسر اللي المفروض يبداوا يشغلوا ويروحوا في ال 30 متر الهجوميه الاماميه، ما وصلوش حاجه لايمن امير اللي بتكلم عليه، واللي جاي معاه هوت من اخر الدنيا معتز محمد، وهو اللي ضغط عليه حتى الراجل لما نزل وسط ملعبه اتحرك معاه معتز وعمل الفاول على ايمن امير. ضربه حره لصالح نادي الزمالك، ومباراه بتعادل سلبي واحنا بنقرب من ربع ساعه، 0-0. لسه ما لعبوش الفاول، محمد ابراهيم، علي عبد المجيد، سيد اسامه، يوسف حسن، لعلي عبد المجيد تاني من الجبهة اليمين، متيابة يرجع على وسط ملعبه، تكتلات بشرية في الأماكن اللي فيها الكورة، أربع لعيبة من هنا وأربعة من هنا عاملين زحمة وخانقين الملعب. معتز يطلع مرة تانية من ال 30 متر الدفاعية، إنما يرجع محمود لبيب ويظبطها أمامية هناك عند إبراهيم عادل، تمريرة بينية إنما هيكون أقرب ليها. برافو يا ولد أحمد جمال، لغاية دلوقتي بيتعامل كويس احمد جمال، بدماغه علي عبد المجيد، ولكن قرار من هيثم عثمان بفاول، فاول لصالح نادي الزمالك. متيابه اماميه في اتجاه امير، طلع الدفاع مره تانية، تروح هناك عند محمد ابراهيم الى يوسف حسن، محمد ابراهيم عايز ياخدها بعد ما لمسها له متيابه. النادي الاهلي يقطع من مناطق وسط الملعب، ترقيص على الواقف بشكل حلو، ترجع لورا تاني عند عبدين، زايد وطالع وهيبدا هو القرار بالتمرير لقدام، انما تمريره مش مظبوطه، هيضغط فرقته، هيضطر يعمل سبرنت وراجع اهوت يوسف سيد عبد الحفيظ. الانطلاقه موجوده من عمار ياسر، طلع ويتعامل الدفاع مره تانيه، انما تروح سهله لاحمد جمال، يلعب على طول جمال، علي عبد المجيد اللي بيميل على محمد ابراهيم، طويله اماميه
الى متيابة لاعب الوسط المهاجم من الجبهة اليمين خارج الخطوط الى تماس، رمية التماس طويلة امامية طلع من الناحية التانية معتز وفاول لصالح النادي الاهلي. قلت لحضراتكم النادي الاهلي حقق 11 انتصار وخسر مرتين فقط لا غير، منهم مرة امام فريق زد اف سي 3-2، مرة امام نادي القناة. الناحية التانية الزمالك خسر 3 ماتشات خلال 19 جولة الاولى، وهنتكلم على التعادلات وكل لقاء خلص لصالح مين بضربات الترجيح سواء هنا او هنا، اول ما الكرة تقف شوية لقاء متوسط فنيا لغاية دلوقتي، الفرقتين بيتعاملوا بهدوء. انما لازم نفكر حضراتكم ان الاهلي 41 نقطة مركز ثالث، والزمالك مركز رابع 40 نقطة جايين ورا انبي في المركز الثاني 42، والمتصدر فريق زد اف سي. مقطوعة كرة من جديد من الجبهة اللي فيها محمد ابراهيم، ينقلوها على وسط الملعب، نقلوا الحركة الهجومية دلوقتي في الطرف اللي فيه محمد ابراهيم ومتيابة، انما لسه برضو مش قادرين يفقوا ويروحوا لقدام. يضغط محمد احمد وتطلع بره من شيبة الى رمي التماس، محمد ابراهيم يقرب منه انس وائل، ضغط عليهم فارس خالد يحطها تاني في اتجاه محمد ابراهيم، نادي الاهلي يظبطوا الكرة عن طريق احمد وحيد، اللاعب اللي بيشتغل في الدايرة النهاردة احمد وحيد، القميص رقم 21 اللي هيرجع هو يستلم على طول، هتلاقيه بيستلم من الثنائي احمد عبدين ومعتز الاتنين قلبي الدفاع. منقولة الكرة تاني من عند محمود لبيب الى وسط ملعبه اللي فيه احمد وحيد، قدامه السكة فاضية ممكن يطلع لقدام شوية، انما يلعبها لعبدين عايز يرجعها له تاني، تمريرة مش مظبوطة، ضغط من ايمن امير كان هيبدأ بيها هجمة، لغاية دلوقتي في مشاكل في التمرير هنا وهنا بنسب متساوية. يرجع بيها لورا طارق فوزي، حازم جمال حارس المرمى طويلة امامية تعدي وسط الملعب في اتجاه جبهة خضري مدافع نادي الزمالك، انما ياخدها تاني ويظبطها وعايز يروح لقدام محمد السيد، هيرجع تاني على وسط الملعب بيشتغل في الدايرة جنب يوسف حسن محمد السيد، وتروح سهلة لحازم جمال، يلعب على طول حازم عند معتز، فارس خالد في وسط الملعب يستلم قريب منه طارق فوزي، انما يسلم احمد وحيد بره الملعب، تمريره كان متقدم والراجل ما بصش على يوسف سيد عبد الحفيظ عشان كده طلعت الى رمي التماس. استلام مره تانيه محمد السيد يلعب لاحمد خضري، خضري طويله اماميه تلات لعيبه بيضغطوا، ترجع لمحمد السيد للمره التانيه يغير اتجاه اللعب، يا ولد يا لعيب برؤيه يروح في المكان الفاضي، هجمه زملكاويه عند متيابه من لمسه واحده عايز يطلع محمد ابراهيم متيابه وجي تحته تاني عشان يقرب ويستلم، وراح لهم يساعد ايمن امير عشان يعملوا ثلاثي هجومي من الطرف اللي فيه متيابه ومحمد ابراهيم، ولكن النهايه الى خارج الملعب. ياخدوا منها هنشوف الحكم هيثم عثمان مد قرار لنادي الزمالك على مهلهم بيجيبوا الكوره، فاول انس وائل بيظبط الكوره عشان يلعب، جالهم فاول من الناحيه الثانيه، انما لغايه دلوقتي لم تستغل الكرات الثابته بالشكل الامثل، نادي الزمالك جاله فاولين مره شمال وادي مره يمين من اماكن كويسه تقدر تحل منها لو الدنيا مقفله عليك. نادي الاهلي ما شفناش ضربات حره من اماكن، لعب العرضيه خطيره، انما يا ولد يا لعيب معتز يحل ويشيل بدماغه، عرضيه اتعملت حلوه قوي داخل صندوق ومرمى حازم جمال، انما اتعامل معاه معتز اللي بيشتغل دفاعيا بشكل طيب، طلعها مره تاني احمد وحيد الى متيابه، ظبط الكره كويس وعمل عليها كنترول، هيرجع لورا، شكله لعيب عنده كره حلوه، انما لسه الراجل بقى على ما يندمج سواء بقى في لقاءات الناشئين ويثبت نفسه ويقدم كوره تثبت حضوره عشان يكمل مع الفريق الاول، يعدي بيها يوسف سيد، انما
التغطيه الدفاعيه. برافو يا ولد يا لعيب. رجع تاني اهوت كان بقى هو المساك احمد خضري بعد ما مشي كده يوسف سيد عبد الحفيظ وعدى من سيد اسامه، انما طلع احمد خضري كان الراجل اتنقل جنب علي عبد المجيد ويوقف على طول الانطلاقه بتاعت يوسف عبد الحفيظ. ضربه مرمى، فرقتين بيلعبوا على مهلهم، الرغبه الهجوميه مش موجوده قوي، ما تحسش ان فرقه عندها عنف وشراسه في بدايه الوجود الهجومي. اهوت على مهله خالص احمد جمال، وفرقتين كبار طبعا، وقلنا لقاء قمه يقول لك نتعادل ونلعب ضربات ترجيح، اكسب اخد نقطتين افضل مغامر واخسر الثلاثه بونت. ده كلامي انا. ملعوبه الكره اماميه تاني عند كابتن التيم يوسف جمال، ولكن تطلع بره، وكان في قرار قبلها بضربه حره لصالح عمار ياسر كابتن محمد عبد الله الباك اليمين للنادي الاسماعيلي والاهلي والزمالك، ثلاث انديه الكبار في الكره المصريه، وكل المدربين بيبداوا رحلتهم من قطاعات الناشئين. تثبت نفسك تحت يبقى لك مكان على مستوى الفريق الاول والدرجه الاولى. منقوله الكره من جديد، عمار ياسر انطلاقه من عمار يلعبها حلوه، خضري خضري هيدخل بيها ال 18، ولكن تغطيه دفاعيه من احمد عبدين يطلع ويحل الى ضربه ركنيه. ضربة ركنية لصالح نادي الزمالك. انطلاقة من خضري اللي حب يقتحم ويروح، انما خرج كويس قوي وطلعها بره. أحمد عبدين قلب الدفاع الثاني جنب معتز محمد النهارده، ولعبوا بطرفين دفاعيين، محمود لبيب في الجبهة الشمال ويوسف سيد عبد الحفيظ في الطرف اليمين. جاي الكابتن اهوت على طول محروس السيد في ظهر الكابتن محمد عبد الله المدرب العام في الجهاز بيتكلم مع اللعيبة. تتلعب على طول على الايمن البعيد، تطلع بره ركنيه من الناحيه الثانيه. محمد الزناري المساعد اكيد شاور لهيثم عثمان، زاويه الرؤيه عنده هتكون افضل لمحمد الزناري المساعد عشان يدي ويشاور بضربه ركنيه ثانيه. اتعملت المره الاولى على الايمن البعيد، لمست وطلعت بره خارج الخطوط. ركنيه ثانيه لنادي الزمالك في اقل من دقيقه، عرضيه خطير انما يطلع الدفاع مره ثانيه وينظفوا المنطقه من قدام ال 18. جاي محمد السيد، محمد السيد حب يضغط ويجيب الكره الثانيه، انما يطلع الدفاع الاهلاوي في اتجاه ابراهيم عادل. تغطيه كويسه قوي من محمد ابراهيم، خد ابراهيم عادل، ابراهيم عادل وبيجري له شيبه، ابراهيم عادل كان لازم يبص ويرفع عينه، رجع لورا متيابه وهو اللي بيقدم الحلول الدفاعيه متيابه، ووقف انطلاقه ابراهيم عادل. لو عنده سرعه اكتر من كده وهو بياخد القرار ابراهيم عادل ان ينقل الكره او يروح يكمل يعمل سبرنت كانت هتفرق معاه كتير، انما رجوع موفق ليه متيابه عشان هو اللي يشيل الكره من قدام منطقه جزاء فرقته. ياخدها لعيبه نادي الزمالك تاني، سلم واستلم متيابه، بدا الراجل يظهر اهو مره والتانيه اماميه في اتجاه ايمن امير. الدفاع الاهلاوي يتعامل ويطلع بره وتخبط وهي خارجه في امير، وياخد منها رمي التماس احمد عبدين. اتحرك كويس احمد عبدين وهو اللي ضغط على ايمن امير، وشفنا اللقطه اللي كان فيها ايمن من 6 7 دقائق رجع على وسط ملعبه، جه معاه معتز محمد من اخر الدنيا عشان عامل عليه رقابه المان، ما سابهوش كده للعيبه في وسط الملعب. حسب تعليمات المدير الفني يقول للمساك او اللعيب اللي واخد لعيب في المناطق الهجوميه اتحرك معاه في كل المساحات، او يقول له لا في منطقه معينه خلاص سيبه للعيبه القريبين. وقع لاعب من نادي الزمالك على الارض، ان شاء الله يقوم سليم في اعتقادي محمد ابراهيم الباك اليمين، ونزل له الجهاز الطبي لنادي الزمالك دكتور حسن شعيب كابتن مصطفى يونس اخصائي علاج الطبيعي اللي كان واقع محمد السيد، هيخرج يكمل علاجه انما ان شاء الله سليمه وبسيطه هيرجع تاني الملعب. محمد السيد اللي كان واقع في الجبهه اللي فيها محمد ابراهيم الباك اليمين، ورمي التماس لصالح النادي الاهلي. 26 دقيقة عشاق ومتابعي شاشة اون تايم سبورتس في كل مكان، تعادل السلبي بدون اهداف في اللقاء اللي بنتابعه مع حضراتكم على ملعب نادي الزمالك في قمة دوري 2005 الاسبوع رقم 1 من التصفية النهائية. هنعيد الكلام ده تاني
عشان نظام المسابقة وشكل المسابقة مختلف عن الدوري الممتاز أو دوري نايل للكبار، والجماهير تبدأ تتابع شكل المسابقات في قطاعات الناشئين والشباب اللي قلنا بنلعب مرحلة تانية من 10 فرق اللي جم من المركز الأول للعاشر في دوري من دور واحد كان 20 فريق، ومن المركز الحداشر للعشرين بيلعبوا على النجاة أو الهروب من الهبوط، 3 فرق هينزلوا من الدوري الثاني، الدوري الموازل ده برضه 10 فرق حسب ترتيبهم في الدور الأول، وهنقولهم مرة تانية وتالتة. متيابة يلعب على طول، متيابة هناك في الطرف اليمين، هجمة زملكاوية تتنقل تاني من منطقة وسط الملعب للخط الأمامي اللي فيه أيمن أمير، يطلع الدفاع الأهلاوي عند فارس خالد بوش رجله الخارجي، يا ولد يا لعيب، شيبة شيبة خطير خطير، ممكن الجول الأول للنادي الأهلي، جول جول جول، التمريرة منتهى الجمال والروعة وانطلاقة محمد أحمد شيبة، هدف التقدم في الدقيقة 27، هدف أهلاوي البداية. إبراهيم عادل اللي قلت لو اتحرك أسرع من كده وخد القرار سواء في عملية التمرير لزمايله، وهو اللي بدأ فعلا التمريرة مع محمد أحمد شيبة عشان يتقدم النادي الأهلي، اللي في اعتقادي هدف هيغير من شكل المباراة تماما على أقل تقدير للناحية الهجومية للعيبة الكابتن محمد عبد الله ونادي الزمالك. إنما تمريرة حلوة وانطلاقة، جهاز الفني للنادي الأهلي قام كله هو كابتن حسن محمد والكابتن محمد صلاح، كابتن إبراهيم عبد الجواد مدرب الحراس، كابتن عمار فتحي المدير الإداري، والهدف الأول اللي جالهم في توقيت بقول جيد جدا. لسه بدري قوي على نهاية الشوط الأول ولسه شوط كامل تتغير فيه الأمور، إنما 1-0 اشتباك بدون داعي، خلاص الأهلي جاب جون، لعيبة نادي الزمالك هيعملوا ضربة البداية تاني، وراح لهم الحكم هيثم عثمان، إنما هنشوف التمريرة. وادي كده إبراهيم عادل بروح طيبة، برافو يا إبراهيم، مع لعيبة نادي الزمالك لازم يكون لعيب عنده وعي ويهدي الأمور خلاص والدنيا تنتهي. وعشان كده قلنا كل لقاءات الأهلي والزمالك لقاءات قمة، ترجع لورا من يوسف حسن وتروح هناك عند محمد إبراهيم بره الملعب إلى رامي التماس، وصلنا للدقيقة 29، تقدم أهلاوي عن طريق محمد أحمد شيبة، ادي التمريرة اللي اتعملت حلوة قوي قوي، هنشوف التمريرة تاني، التمريرة اللي اتعملت من وسط الملعب، عايزين الهجمة من بدايتها، يا ريت كده نشوفها من أولها لأن التمريرة مهمة، هي اللي وصلت شيبة للمكان ده والانفراد اللي عمله. في وسط الملعب من جديد يوسف جمال، فارس خالد يحركها لابراهيم عادل، عاوز يحطها تاني ابراهيم في ظهر علي عبد المجيد، انما يطلعها علي على مرتين والثالثه تخبط في رجله وياخدوا منها رمي التماس. حب كده ابراهيم عادل يشغل شيبه، انما تطلع بره الى رمي التماس، مشهد شفناه كتير، جبهه الشمال اللي فيها الخضري ضغط اهلاوي من ناحيتها وبتنتهي يا برمي التماس يا بعض الركنيات القليلة، وتملي بقى هنشوف يوسف سيد عبد الحفيظ هو اللي بيتقدم ويزيد ويلعب، وقع على الأرض فارس خالد، مشى الحكم قال يلعب كمل مفيش أي حاجة، تطلع بره من عمار ياسر ياخدوا منها رامي التماس، أنس وائل يلعبها لغاية ما توصل لعمار تاني على حدود ال 18، يوسف حسن يلعبها المتيابة، متيابة خطيرة خطيرة ممكن، إنما يا ولد يا ولد يا ولد يا حازم يا جمال، تعملت التمريرة وعمار ياسر في مكان وفرصة محققة وهجمة عنيفة للزملكاوية ما قدرش يترجمها عمار ياسر. بص البداية عند متيابة والتفويتة الحلوة اللي عملها أيمن أمير، إنما يحطها ويحط فيها إيده، هنشوف حازم جمال حط إيده فيها، آدي اللعبة وفعلا حط إيده فيها وضربة ركنية، حازم جمال ينقذ فرقته من هدف مؤكد وسوء توفيق لعمار ياسر اللي اتعملت له التمريرة من متيابة وتفويته، مفيش أحلى من كده من السنتر فيرود أيمن أمير في هجمة هي الأقرب للتهديف لنادي الزمالك خلال النص ساعة اللي احنا لعبناها، أقرب كرة تقدر تقول نادي الزمالك كان ممكن يسجل منها، العمل الجماعي الهجومي الأخير
ما بين الثلاثي متيابة وأيمن أمير اللي فوت الكرة وانطلاقة عمار ياسر اللي حط إيده حلو قوي قوي حازم جمال عشان يحافظ لفرقته على التقدم. يبقى نادي الزمالك اهوت بعد الجون تقريبا باربع دقايق ظهر بهجوم مغاير تماما للشكل اللي لعب بيه ال 27 دقيقة الأولى، بعرض الملعب تاني يلعبها أنس في الجبهة الشمال عند عمار ياسر، دخل بالكرة في قلب الملعب واحد والتاني والتالت، إنما كله بعرض الملعب. طلع الدفاع مرة تانية هناك عند محمود لبيب، وسط الملعب الضغط موجود من محمد السيد، متيابة ورايح له لبيب وطارق، طارق فوزي ومحمود لبيب اللي بيشتغلوا في الجبهة الشمال، هات وخط حلوة. دفاع الأهلاوي يطلع عن طريق معتز على منطقة وسط الملعب مرة تاني، ياخدها أحمد خضري، خضري استلام من خضري يرجع لورا عند سيد أسامة إلى يوسف حسن، تمريرة المرة دي مش مظبوطة من يوسف، يطلع الدفاع طويلة أمامية في اتجاه إبراهيم عادل، وادي الاتنين ضربوا لخمة في اللعبة اللي فاتت، علي عبد المجيد وسيد أسامة وضاغط عليهم مش سايبهم إبراهيم عادل في وسط الملعب من جديد، استلام أنس وائل كابتن نادي الزمالك في مواجهة اليوم أنس هناك عند محمد إبراهيم، لعب لقاء القمة في الدور الأول محمد إبراهيم من الأسماء اللي شاركت في لقاء التعادل ونهايته بضربات الترجيح لصالح نادي الزمالك، محمد إبراهيم الباك اليمين، مقطوع الكورة، ضغط على متيابة، فارس خالد يستلم مرة تانية في منطقة وسط الملعب وهيروح لقدام اهوت فارس بوش رجله الخارجي في اتجاه إبراهيم عادل وجاي في ظهره يوسف عبد الحفيظ، إبراهيم يمشيها له، كلمه ولغاه وهو طالع كده وياخد منها ضربة ركنية لصالح عبد الحفيظ. كورة جت طبعا بدون قصد كده أحمد خضر، إن شاء الله يقوم، بيطمن عليه المساعد الأول هشام الدسوقي. وصلنا للدقيقة 34، بداية الدقيقة 34 تقدم أهلاوي في الدقيقة 27 عن طريق محمد أحمد شيبة، الانفراد اللي عمله بأحمد جمال، ادي الجون بيتعاد، ادي وش الرجل، يا سلام يا جمالك يا فارس، فارس خالد هو اللي عمل التمريرة، ادي الجون بثلاث تمريرات من وسط ملعب النادي الأهلي، طلعت من المنطقة الدفاعية لفارس خالد وتمريرة ايه بلسم حطها للراجل بوش رجله، راح انفراد محمد احمد شيبة وسجل هدف التقدم للنادي الاهلي 1-0. وركنية طلعها بالبوكس المرة دي بشكل كويس احمد جمال ويقلبها الناحية التانية، راجع لورا انس وائل وراح له في الاتجاه بتاعه عمار ياسر اللي المفروض بيلعب هنا في الجبهة الشمال، انما راح هناك عمار وتطلع بره الى رمي التماس. بيفكر الكابتن محمد عبد الله هيغير ازاي من اداؤه الهجومي عشان يعوض الجون اللي دخل مرماه، عنده دكه بدلاء النهارده موجود يوسف وائل وعلي جمال وياسين محمود ومحمود حصري واحمد خالد واحمد نيازي وزياد محمد وابراهيم ممدوح ومعاهم يوسف حماده الحارس البديل. هل هياخد قرارات بين الشوطين باوراق من على الدكه؟ انما لسه بدري قوي، وقلت نادي الزمالك هدد مرة وحيدة بهجمة تقدر تقول هدف قريب من التسجيل، الكرة اللي اتعملت لعمار ياسر وعمل بيها انفراد وتألق فيها حازم جمال حارس مرمى النادي الاهلي. ملعوبة تاني عند خضري، تمريرة امامية يطلع على طول يوسف عبد الحفيظ للامام عند ابراهيم عادل، يقلبها ابراهيم في اتجاه يوسف جمال عند شيبة صاحب هدف اللقاء الوحيد لغاية دلوقتي، يرجع لورا أنس ويلعبها، رمي التماس ضغطه من قدام شكل كويس لعيبة النادي الأهلي، كابتن حسن محمد مدير الفني للنادي الأهلي بينقل التعليمات. متيابة دخل لجوه شوية، متيابة وضربة حرة، أنس وائل يلعب في اتجاه محمد السيد اللي رايح على جبهة محمد إبراهيم، أدي محمد السيد ضاغط عليه محمود لبيب من بعيد وكمان طارق فوزي، أدي طارق هو اللي التحم مع محمد إبراهيم وبيحلق على الكورة،
حوار ما بين طارق فوزي ومحمد ابراهيم، لسه الكره جوه الملعب، يطلع على طول الدفاع الاهلاوي طويله اماميه، ترد تاني من ورا من عند عبد المجيد وسيد اسامه الى انس وائل على جنب عند خضري، احمد خضري يعلقها في اتجاه عمار ياسر، ولكن يطلع بره الى رمي التماس يوسف عبد الحفيظ. هنشوف ركنيه ولا تماس، تعامل كويس قبل الخطير عمار ياسر رغم الجون اللي ضيعه عمار، انما لعيب كويس، لعيب بيتحرك حلو وبيروح في اماكن مؤثره وعنده مهاره على المستوى الفردي. ترجع مره تاني عند محمد السيد الى يوسف حسن، هنا يوسف حسن وهنا يوسف جمال، استلام مره تانيه فارس خالد صاحب 50% من الجون بالتمريره الجميله اللي عملها فارس خالد رقم 8 من المنطقه الدفاعيه. مره تانيه علي عبد المجيد الى سيد اسامه، حركوها في وسط الملعب ليوسف، يوسف حسن يفتح الملعب هناك في الطرف اليمين، واحده طويله اماميه يطلع يوسف من على حدود ال 18 الى رمي التماس، اوت لصالح النادي الاهلي. 8 دقايق على نهايه الشوط الاول تقريبا، تقدم اهلاوي بجون محمد احمد شيبه في الدقيقه 27 لاعب رقم 30 من تمريره فارس خالد، استلام من احمد عبدين، حازم جمال، انما لازم نتكلم برضه على الكره اللي شالها حازم جمال بعد ما فرقته تقدمت بجون باربع خمس دقايق، الانفراد بتاع عمار ياسر تعامل معاه حلو قوي، حط ايده في الكوره، الراجل كان عامل انفراد كامل بيه، طلع وقفل عليه المرمى 10 على 10 طويله اماميه. ايمن امير، ايمن عدى بيها يا ولد يا لعيب، عدى كويس قوي ايمن امير، ايمن امير لسه جوه ال 18 عدى ومشي، انما يطلع يا ولد يا لعيب، تعامل ويطلع بره طارق فوزي بعد ما كان منطلق، ادي بيكلم زمايله كده ايمن بعد الانطلاقه اللي عملها والترقيصه الحلوه اول مره، انما رجع له تاني قال له ما تعديش التانيه بقى طارق فوزي، وطلعها بره الى ضربه ركنيه. الله اكبر الله اكبر، اذان العصر، ربنا يحفظ مصر بحق الاذان وبحق لا اله الا الله. ترجع الكره تاني لورا، يوسف سيد عبد الحفيظ يرجعها للخط الدفاعي، دخل لجوه محمد ابراهيم في ظهر الاثنين المساكين وللخلف تماما عند احمد جمال، تطلع بره الى تماس، مهم جدا طبعا للجهاز الفني الاهلاوي الكابتن حسن ان يقول للاعيبته يحتفظوا بالكوره الوقت اللي جاي، ومهم جدا الكابتن محمد عبد الله ان عايز يحرك لعيبته هجوميا قبل ال 45 دقيقه الاولى ما تنتهي على امل ان هو يعوض الجون. ادي العرضيه ملعوبه انما ما تظبطش كده مع يوسف جمال، وتطلع بره الى ضربه مرمى، واحنا بنتكلم على الوقت اللي جاي قبل نهايه الشوط الاول، هتفرق كتير طبعا للجهاز الفني الاهلاوي ان يخرج بتقدم بجون، وتفرق كتير مع الكابتن محمد عبد الله انه يعدل قبل صفاره هيثم عثمان لحين اشعار اخر مع الشوط الثاني. طويله اماميه ملعوبه، اشتراك من طارق فوزي مع ايمن امير، ياخدها من الناحيه الثانيه متيابه، حوار في الطرف الشمال ما بين طارق فوزي ومحمد السيد، بره الملعب الى رمي التماس. كابتن وائل رياض قدامنا هوت المدير الفني لمنتخب 2005، طبعا مهم يتابع اهم مباريات الدوري اهلي والزمالك، وطبعا في زد فرقه كبيره هي اللي متصدره فريق انبي في المركز الثاني، ويتابع كل اللقاءات الفتره اللي جايه كابتن وائل رياض. رمي التماس، اخر خمس دقائق من الشوط الاول،
قمة دوري 2005 أهلي والزمالك أو الزمالك وأهلي على ملعب نادي الزمالك، طويلة أمامية ملعوبة هناك عند يوسف عبد الحفيظ اللي بيرجع بيها لورا لإبراهيم عادل يهدي اللعب ويرجع عند عدين بعرض الملعب إلى معتز. فارس خالد لعيب كويس قوي، فارس خالد لعيب متمكن عنده ثقة، استلام وتسلم حاجة تفرح، تمريرات أهمها الجون اللي جه، ضربة حرة فاول لصالح نادي الزمالك. أنس وائل بيرجع الكرة تاني كابتن هيثم عثمان وهيعمل تبديل اهوت. كابتن محمد عبد الله شايف علي جمال هيكون اختيار اول من على الدكة، عايز يظبط حاجة في وسط ملعبه، واحد من اللعيبة اللي بتشتغل في منطقة وسط الملعب. كابتن عمار هنشوف كده مين اللي خرج، محمد ابراهيم الباك اليمين، لا جاب محمد ابراهيم هنا في الطرف الشمال، وهنشوف ادي محمد ابراهيم جه الناحيه دي وخلى خضر ينطلق بقى ويشتغل في مناطق وسط الملعب. ادي نقلتين، يبقى هنشوف التبديل اللي من على الدكه. خلاص علي جمال في الملعب وعمل تبديله بقى على مستوى تنظيم اللاعبين داخل المستطيل الاخضر، الجهاز الفني بقياده الكابتن محمد عبد الله. جاب محمد ابراهيم هنا في الطرف الشمال وعلي جمال هيروح في الطرف اليمين، وتحرر خضري في مناطق وسط الملعب اللي كان بيشتغل في الطرف الشمال الدفاعي. ادي انس وائل وادي محمد ابراهيم اللي بتكلم عليه، كان بدا اللقاء من اوله كباك يمين، انما خلينا نشوف محمد احمد هيعمل ايه. عرضيه في منتهى الخطوره، خطيره عرضيه شيبه تروح الناحيه الثانيه عند ابراهيم عادل، ولكن ضغط من محمد ابراهيم تطلع الى ضربه ركنيه. ضربه ركنيه لصالح النادي الاهلي بعد الهجمه اللي عملوها من الطرف الشمال اللي اتحرك فيها كويس قوي محمد احمد ولعبها بعرض الملعب في اتجاه ابراهيم عادل، ولكن ضغط الدفاع الابيض يطلعه بره الى ركنيه. دقيقه ونص على نهايه احداث الشوط الاول، تقدم الاهلاوي 1-0 في الدقيقه 27 عن طريق محمد احمد شيبه، وركنيه لصالح النادي الاهلي. تتلعب العرضيه في منتهى الخطوره، طلع الدفاع مره تانيه الى متيابه في اتجاه احمد خضري، تطلع بره الى رامي التماس. ادي التبديلات اللي عملها جوه ملعبه بقى محمد عبد الله. خضري اللي كان بيلعب باك شمال راح هناك يشتغل. ادي خارج زعلان عمار ياسر اللي سحبه من الملعب اللي جاله الانفراد وتعامل معاه حازم جمال. ادي التبديله اللي عملها بقى عمار، خرج وثلاث تبديلات جوه الملعب. ملعوبه كره من جديد، انما في فاول لصالح نادي الزمالك، تتلعب على طول على منطقه وسط الملعب. استلام من انس وائل، انس انطلاقه للامام يلعبها طويله اماميه، انس وائل على منطقه وسط الملعب، ايمن امير، ايمن ياخدها تاني يعمل هات وخد خطيره، انما طالع برافو يا ولد حازم جمال يطلع ويظبطها قبل ما ينطلق ويدخل ال 18 ايمن امير. هجمه زملكاويه ولكن هجمه متوسطه، ما راحوش بخطوره قوي على مرمى حازم جمال. يبقى لو لخصت الشوط الاول هجوميا للعيبه الابيض النهارده، هدف محقق قدر يتعامل معاه حازم جمال حارس المرمى. النادي الاهلي وصل مرتين ثلاثه سجل واحده، والمرتين التانيين تعامل الدفاع وخلصوا المشاكل والازمات على مرمى احمد جمال الناحيه الثانيه. هنا حازم جمال وهنا احمد جمال، وقع على الارض يوسف حسن، سلامات يا يوسف. هيستدعي هيثم عثمان الدكتور حسن شعيب وكابتن مصطفى يونس اخصائي العلاج الطبيعي. طبعا في النجم الكبير مصطفى يونس نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر،
والاسماء لما بتتشابه تملي نرجع كده للنجوم الكبار نفكر بيهم الجماهير. طبعا الجماهير فاكرة مش ناسية التاريخ لكل اللعيبة الكبار. ده الجون اللي سجله محمد احمد بتمريرة فارس خالد، بتلات نقلات النادي الاهلي راح سجل جون من اقصر الطرق. ممكن فرقة تانية تقعد تنقل 20-30 نقلة دون فائدة. بص الراجل اهو وش رجل بتاع لعيب ايه، لعيب درجة اولى. حلوة التمريرة من فارس خالد والانطلاقة بقى بتاعت محمد احمد شيبة والثقة. الراجل راح وسجل على طول هدف المباراة الوحيد لغاية دلوقتي، والتقدم الاهلاوي على حساب نادي الزمالك اللي عمله تبديل وحيد، سحب عمار ياسر ودفع بيه علي جمال، خلى علي جمال يلعب في الجبهة اليمين وجاب محمد ابراهيم في الجبهة اليسرى، وحرك كمان احمد خضري الباك الشمال الرئيسي بقى يلعب هاف الناحية التانية في الناحية العكسية. هنشوف كام دقيقة وقت محتسب بدل ضائع. هيديهم هيثم عثمان طويلة امامية في اتجاه فارس خالد، تسديدة انما بعيدة قوي، بعيدة قوي من شيبة بره الملعب، بيعتذر اهوت للجهاز الفني، كان ممكن يعملها افضل من كده، شالها قوي من تحت لفوق. ادي علي عبد المجيد قدام ال 18 ترقيصة كده فيها مخاطرة وهو قريب من المرمى وظهره مكشوف. تتلعب على طول الضربة الحرة، سيد أسامة على جنب، يقع على الأرض محمد السيد وياخد معاه فاول محمد، انما اللي يلعبها محمد ابراهيم عند انس وائل. فاولات كتير دلوقتي والتحامات بين اللعيبه، اللعب بيقف كتير بيقل المستوى الفني للمباراه. يلعب على طول انس مره تاني لمحمد السيد، معاه صفاره نهايه الشوط الاول، تقدم للنادي الاهلي بهدف عن طريق محمد احمد شيبه في الدقيقه 27. قمه دوري 2005. استراحه قصيره ثم نعود لحضراتكم مره تانيه. تحياتي محمد عفيفي، الى اللقاء. برضو عمار ياسر واحد من اللعيبه ابناء اللعيبه اللي لعبت كوره قبل كده، كابتن ياسر سخان هو اسمه كده، والده كان من نجوم نادي السويس ونادي اسوان فتره التسعينات. زي ما اتكلمنا الناحيه الثانيه عن فارس خالد، بنتكلم عن عمار ياسر اللي كان ضيع اهم هجمات نادي الزمالك، او ما كانش عنده توفيق بمعنى اصح كده عمار في اللعبه. سحبه الكابتن محمد عبد الله مع نهايه الشوط الاول. انس وائل، متيابه وايمن امير، دي باقي التشكيله الزملكاويه في مباراه اليوم. على دكه البدلاء موجود يوسف حماده، يوسف وائل، علي جمال، ياسين محمود، محمود حصري، وابراهيم ممدوح، وزياد محمد، واحمد نيازي، واحمد خالد. دي دكه بدلاء نادي الزمالك، وبرضو دي هجمه من الهجمات الخطيره، عرضيه يوسف سيد عبد الحفيظ اللي عملها كانت في بدايه الشوط. الناحيه الثانيه بدا النادي الاهلي بمحمود لبيب، وادي الضربه المزدوجه اللي اتعملت بشكل حلو من طارق فوزي اللي كان متقدم، وزايد. نكمل تشكيله النادي الاهلي، محمود لبيب واحمد عبدين، معتز محمد، يوسف سيد عبد الحفيظ، طارق فوزي واحمد وحيد، يوسف جمال، فارس خالد، محمد احمد شيبه، ابراهيم عادل. شوط اول بدون تبديلات للجهاز الفني للنادي الاهلي. عمر كمال على دكه البدلاء مع معاذ محمد وادم سمير ويوسف عفيفي، سيف ايمن. ادي الكره اللي كنا بنتكلم عليها بتاعت عمار وعمل انفراد ولكن تالق لحازم جمال حارس مرمى النادي الاهلي في اللعبه بتاعت عمار ياسر. اهم هجمات نادي الزمالك واهم الفقرات الهجوميه ده اللي اتكلمت عليه في بدايه الشوط، انما لعيب كويس وكان ضمه على فكره النادي الزمالك لمعسكر الامارات، لعبوا الدوره وبطوله دبي الدوليه، كان موجود معاهم عمار. برضو الناحيه الثانيه فارس خالد كان موجود مع النادي الاهلي في معسكره الاخير اثناء فتره توقف الدوري، بطولة كأس الأمم الأفريقية كانت هي الحدث الأهم. منتخب كوت ديفوار اللي زي ما بيقولوا كده
الكوره يعني فيها كل حاجه، رغم ان البطوله كانت بتتلعب على ملعبهم وكانوا قريبين جدا من الخروج من الدور الاول، ولكن القدر يروح بكوت ديفوار للمباراه النهائيه ويفوز بالبطوله كمان، وتغيرت الخريطه على مستوى المنتخبات في البطوله الحاليه. شفنا منتخبات بتظهر بشكل اكتر من رائع زي منتخب كاب فيردي، شفنا منتخب موريتانيا، منتخبات ما كانتش تخوف زمان، انما الكره اتغيرت خلاص. الوقت اللي جاي ده هنبدا نشوف شكل جديد لبطوله امم افريقيا بمستوى المنتخبات اللي احنا شفناها في البطوله الحاليه، ولكن النسخه خلاص راحت لمنتخب كوت ديفوار بطل افريقيا 2023، البطوله اللي اتلعبت بدايه 24. نخلينا بقى في لقائنا، قمه الشباب او قمه الناشئين في دوري الدور الثاني. ليه بنقول دوري الدور الثاني؟ هنقول نظام المسابقه ثاني، فرصه كده لسه الفرقتين ما نزلوش، نادي الاهلي ما نزلش ارض الملعب، هيبداوا يستعدوا للنزول. اتلعب دوري من دور واحد 19 مباراه لكل فريق، يعني 20 فرقه، كل فرقه لعبت 19 مباراه. اول 10 فرق هيلعبوا دوري برضو من دور واحد، كل فريق 9 مباريات على بطل المسابقه، ومن المركز ال 11 للمركز ال 20 هيتلعب دوري من دور واحد لل 10 فرق اللي تحت. بقى مين هيهبط للقسم الثاني؟ نادي الاهلي النهارده اللي جايب 41 نقطه في المركز الثالث امام نادي الزمالك، 40 نقطه في المركز الرابع، وانتهت احداث الشوط زي ما قلنا بتقدم اهلاوي عن طريق محمد احمد شيبه. كل الامنيات الطيبه ان الشوط الثاني يرتفع الاداء الهجومي لكلا الفريقين، ما تفرقش معانا، انما عايزين نشوف مباراه حلوه. اللعيبه اللي قدامنا اللي قلنا هنشوف عناصر كتير الفتره اللي جايه مع الفريق الاول هنا وهنا، ادي مدينا ظهره متيابة اللاعب الاوغندي الجديد اللي تعاقد مع نادي الزمالك بدايه فبراير، وظهر النهارده ومتأيد طبعا مع قطاع الناشئين. متيابة لعيب صغير وبينضم للمنتخب الاوغندي متيابة، وضربه البدايه بقى هتكون مع النادي الاهلي اللي هيكون على يمين الشاشه بالتشكيله اللي قلناها. الناحيه الثانيه نادي الزمالك اللي عمل تبديل وحيد بوجود علي جمال مع اخر 10 دقائق من الشوط الاول بعد ما سحب محمد عبد الله عمار ياسر، وعمل تبديلاته بقى على مستوى التكتيك جوه الملعب، نقل احمد خضري في الطرف اليمين اللي كان بادئ بيه باك شمال، وخلى محمد ابراهيم يلعب هو في الجبهه اليسرى الدفاعيه، ودخل علي جمال كباك يمين يقدم واجبات محمد ابراهيم. ضربه البدايه مع النادي الاهلي ترجع لورا عند معتز محمد اللي بيطول لقدام، دفاع الزملكاوي طويلة أمامية يرد عليه معتز من الناحية الثانية من لمسة واحدة، يلعبها طارق فوزي لاعب رقم 14 في تشكيلة النادي الأهلي. أحمد عبدين قلب الدفاع يرجع لورا لحازم جمال اللي طلع أهم هجمات نادي الزمالك، خطأ دفاعي، خطأ من مدافعي النادي الأهلي، هيستغلها لعيبة نادي الزمالك، رجع بيها لورا احمد خضري. ادي بقول لحضراتكم خلاص خد واجبات هجوميه، خضري هيتقدم ويلعب من وسط الملعب ويزيد لقدام، اللاعب رقم 11 في تشكيله نادي الزمالك. وبره الملعب الى رامي التماس، تماس هناك عند علي جمال، انما المساحات متقفله، طويلة أمامية في اتجاه إبراهيم عادل اللاعب الخطير، برضه عمل مجهود في الشوط الأول إبراهيم عادل على حدود ال 18، النادي الأهلي بيحاول يعمل هجمة مرتدة قبل ما يلعب دفاع نادي الزمالك وينظم نفسه في الخط الخلفي. ترجع لورا عند معتز، معتز بعرض الملعب يحطها ليوسف سيد عبد الحفيظ اللي قدم شوط أول بشكل طيب، طويلة أمامية إنما يطلع من الناحية الثانية بدماغه علي عبد المجيد على وسط ملعبه، لسه برضه مش قادرين يفكوا ويطلعوا لقدام لعيبه الابيض، طويله اماميه تطلع بره اوت لصالح نادي الزمالك، تتلعب على طول بسرعه خطيره، انما عامل التغطيه، برافو يا ولد يا لعيب محمود لبيب، دخل لجوه ويقلب الكوره قبل ما يروح متيابه وجاي في ظهره احمد خضري، ورمي التماس لصالح نادي الزمالك. اول دقيقتين
من بداية الشوط الثاني، وهنشوف كده التعليمات الجديدة للكابتن محمد عبد الله وفرقته متأخرة بجون، أو الناحية الثانية كابتن حسن محمد اللي هيشتغل إزاي مع لعيبة النادي الأهلي. قلت لحضراتكم اللي ما كانش متابع الشوط الأول، الأهلي راح مرتين ثلاثة بهجمات مؤثرة وخطيرة وعنيفة، سجل منهم واحدة. نادي الزمالك هجمة وحيدة كانت الأقرب للتسجيل، لعبت عمار ياسر اللي اتعادت أكتر من مرة، سلامات يوسف سيد عبد الحفيظ هو اللي وقع على الأرض، إن شاء الله يوم سليم. راح له على طول الجهاز الطبي دكتور محمد فودة، ومعاه كابتن عبد الله إمام. دي الكرة العرضية اللي شالها يوسف حسن وراح لها الناحية التانية بشكل كويس قوي محمود لبيب. الهجمة اللي بدأوا بيها الشوط التاني لعبوا على طول رمية التماس، لعيبة النادي الأهلي كانوا لسه واقفين بيبصوا لبعض كده ولعبوا الكرة بذكاء، إنما التغطية الدفاعية بتاعت لبيب هو اللي طلع وتعامل في اللقطة الأخيرة. بتتعادل الكرة لغاية ما يقوم يوسف عبد الحفيظ، ترجع لورا علي عبد المجيد إلى سيد أسامة، يلعب على طول سيد هناك في الطرف الشمال. هل التبديل اللي عمله الكابتن محمد عبد الله هيأدي غرضه هجوميا، ولا لسه هيرمي بأوراق تاني من على الدكة لو ما اتغيرتش الحالة الهجومية للعبته الأوقات اللي جاية؟ منقولة من جديد، علي عبد المجيد متيابة معاه مش سايبه في وسط الملعب، طارق فوزي هناك أمامية عند أنس وائل، ولكن تدخل بشكل حلو قوي يطلعها بره يوسف جمال اللي رجع يقدم أدواره الدفاعية في الجبهة اليمين عند يوسف سيد. رمي التماس هيلعبوها زي الركنية، علي جمال دلوقتي في الملعب، يوسف جمال وعلي جمال، يوسف جمال 24 في النادي الأهلي وعلي جمال 4 في تشكيلة نادي الزمالك. بره إلى رمي التماس، كرة بتخرج بره الملعب كتير، رميات تماس بشكل كبير، لعيبة على طول بتتعامل. ادي مجلس إدارة نادي الزمالك مع المدير الفني بقى الجديد للفريق الأول موجودين بيتابعوا اللقاء النهاردة، وقلنا مباراة قمة والراجل يهمه ان هو يشوف اللعيبة وقاعدة الشباب والناشئين اللي ممكن يستعين ببعض اللعيبة الأوقات اللي جاية. ضربة حرة لصالح نادي الزمالك من مكان كويس، جالهم فاولين ثلاثة خلال الشوط الأول برضو من نفس المكان ده، إنما طبعا على الجون العكسي. هيدفع بقى أول أوراقه النادي الأهلي هو رقم 7. هنشوف معاذ ولا مين اللي نازل. تبديل أهلاوي، محمد رأفت، محمد رأفت هداف النادي الأهلي بسبعة أجوان، يبقى رأفت هو اللي نازل قدامنا. تبديل هجومي للنادي الأهلي، محمد رأفت أول تبديلات الكابتن حسن محمد، وادي أول لمسة ليه، الراجل رجع لورا مع زمايله يطلع على طول طويلة أمامية لما ياخدها من الناحية التانية محمد إبراهيم. محمد إبراهيم للخلف تماما، أمامية من أحمد جمال على وسط الملعب ياخدها ويظبطها علي عبد المجيد، يبقى تبديل هجومي للنادي الأهلي. تلاقي بالكرة في الجبهة الشمال عند علي جمال، عرضية انما يطلع ياخدها ويظبطها، برافو يا ولد. حازم جمال عامل مباراة جيدة جدا لغاية دلوقتي، تعامل مع كل الكرات اللي جات له بثبات وبشكل كويس. واع شيبة اللي كان راجع لورا مع زمايله، ان شاء الله يوم سليم ما فيهوش اي حاجة. يبقى تبديل هنا وتبديل هنا. الزمالك بدأ في نهاية الشوط الاول، وادي النادي الاهلي اللي متقدم بيعمل تبديل هجومي بوجود محمد رأفت اللي سجل لهم 7 اجوان من الاهداف اللي سجلوها خلال مرحلة الدور الاول. هنقول عليها مرحلة، ده دوري وده دوري تاني. دي العرضية اللي عملوها نادي الزمالك اول 4 دقايق من بداية الشوط، وطلع مسكها وظبطها كويس حازم جمال. خارج يكمل علاجه بره،
هنشوف كده. كان شيبة فعلا، شيبة هوت. سلامات يا شيبة، صاحب هدف اللقاء الوحيد لغاية دلوقتي. ادي الكابتن حسين لبيب، كابتن عبد الواحد السيد، الكابتن حسين السيد المدير الفني لنادي الزمالك، كابتن هشام نصر، كل مجلس اداره نادي الزمالك، كابتن احمد سليمان، كلهم متواجدين بيشاهدوا المباراه على ملعبهم هنا في 100 عقبه. اعتراضات من بره على الكابتن هيثم عثمان، انما ماشي اللعب مفيش اي حاجه. ترجع تاني عند يوسف، يوسف حسن يلعبها أمامية ولكن تطلع بره إلى ضربة مرمى. ضربة مرمى على مهله حازم جمال، يقول لمعتز يطلع لقدام. هيلعب طويلة أمامية. تطلع بره قبل ما يروح لها متيابة. للخلف تماما عند حازم جمال، رايح له أيمن أمير، برضو واحد من هدافين نادي الزمالك أيمن أمير بأربع أهداف. ملعوبة طويلة أمامية. دفاع الزملكاوي عن طريق سيد أسامة، اشتباك من لعيبة النادي الأهلي قدام منطقة الجزاء، يظبطها فارس خالد، واحد من نجوم المباراة إن لم يكن النجم الأول. فارس خالد لعيب كويس أوي، لعيب حاجة تفرح، في لعيبة صغيرة كده تحس إن عندها خبرات فطرية، منهم فارس خالد اللي في الملعب رقم 8. آدي استلام وتمرير طارق فوزي، غير اللعب بمعلمة كده إنما ما توصلش في الجبهة اليمين. تترد مرة تانية ولكن ياخدوا منها رمي التماس. اوت لصالح نادي الزمالك. تاني رميه تماس. قلنا الكوره بتخرج بره كتير، بيقل المستوى الفني. عشر دقايق من الشوط الثاني، 55 دقيقه من احداث المباراه. الاهلي اللي موجود في المركز الثالث ب 41 نقطه متقدم على نادي الزمالك اللي موجود في المركز الرابع ب 40 نقطة، واحد دون مقابل. في اللقاء الأول من دورة التصفية النهائية اللي فيها 10 فرق بتشارك، زد وإنبي والأهلي والزمالك ومعاهم بيراميدز وفاركو والاتحاد السكندري بتروجيت القناة الإسماعيلي. بعد دوري من 9 لقاءات هيتحدد مين البطل. خدها مرة تانية واظبطها كويس أوي. وحيد أحمد وحيد، إنما التمريرة مقطوعة من الناحية التانية. علي جمال يديها المتيابة، مش سايبهم محمود لبيب. كرة مشتركة هنا وهنا، انما تطلع مرة تاني على منطقة وسط الملعب، ياخدها لعيبة النادي الاهلي ويرجعوا لورا عند معتز محمد. معتز طول لقدام، طويلة امامية، الدفاع يشيل وينظف من قدام منطقة جزاء احمد جمال حارس المرمى. النادي الاهلي من جديد من الجنب اليمين، هناك عند يوسف جمال، ولكن ياخد معاها قرار بضربة حرة. ضربة حرة لصالح النادي الاهلي. تتلعب تاني الى احمد وحيد. طارق فوزي استلم ولف حوالين نفسه طارق، ويلعبها لفارس خالد للخلف عند معتز محمد. مرحلة تحضيرية من جديد للعيبة الاحمر من وسط ملعبهم. 6-7 تمريرات بشكل حلو لغاية ما يروح عند لبيب، ولكن تطلع بره وتخبط فيه احمد خضري وياخد منها تماس محمود لبيب. اوت لصالح النادي الاهلي، يلعب لبيب لورا. احمد وحيد يغير اتجاه اللعب بشكل حلو في المكان الفاضي. برافو يا ولد يا لعيب. العرضيه موجوده، الدفاع الابيض يطلع ياخدها تاني. وحيد عايز يبدا الهجمه في اتجاه يوسف جمال اللي منطلق ورايح اهوت من الطرف اليمين، ولكن قرار بضربه حره
عايز يلعب بسرعة احمد جمال حارس المرمى. ملعوبة الكورة. علي جمال الى علي عبد المجيد، طويلة امامية اكتر من 40 متر، يوصل الكرة هناك عند ايمن امير، انما يطلع سهلة يتعامل معاها حازم جمال اللي قلت عمل لغاية دلوقتي مباراة جيدة جدا. حازم جمال حارس مرمى النادي الاهلي، واهم اللقطات لي الانفراد بتاع عمار ياسر اللي كان في نهاية الشوط الاول. معتز يسلم وترجع له الكرة مرة تاني، انما ضغط، برافو يا ولد، ياخدها منه خضري، ضغط كويس قوي، لعبها لامير، امير ايمن امير جوه ال 18 ايمن، انما رجع لعيبه النادي الاهلي نظموا نفسهم كويس قوي، وطارق فوزي كمان هو اللي بيخلصها من جبهه محمود لبيب. يا ولد يا لعيب، رجع وقطع ومرر طارق فوزي ولعب للبيب، انما يفقدوا الكره مره ثانيه، ياخدها نادي الزمالك عن طريق محمد السيد. محمد يلعب عرضيه ولكن تخبط، لسه الكره جوه اللعب، هجمه زملكاويه، دفاع اهلاوي بيطلعوا ويتعاملوا لقدام على طول عند رافت، انما ياخدها شيبه، شيبه 3 على 3، شيبه وفارس، شيبه وفارس، فارس تسديده، انما فين؟ فين بقى ده؟ اسمه كلام يا فارس، بعيد الكره اللي فاتت دي، فارس حب يجرب كده، كان لسه معاه محمد رافت وشيبه مكملين العمل الجماعي الهجومي للنادي الاهلي في اللعبه اللي فاتت، لو تقل شويه فارس خالد وبدا يتعامل مع الاثنين اللي جنبه، انما الراجل خد قرار بالتسديد وطلعت بره الى ضربه مرمى. ملعوبه تاني على وسط الملعب، تماس عند الجبهه الشمال اللي فيها علي جمال، يلعب الى سيد اسامه، سلمها سيد اسامه، رجعوا بيها لورا عند عبد المجيد على وسط ملعبه عند رقم 42 محمد السيد اللي خد فاول، ويلعبها على طول لعبد المجيد، علي عبد المجيد بعرض الملعب هناك في اتجاه علي جمال من وسط ملعبهم، بداوا يروحوا شويه لقدام اهو، انما ارتداد للعيبه النادي الاهلي بثمان تسع لعيبه من بعد خط المنتصف، رجعوا كده يبداوا مراحل الدفاع من بدري، وتطلع بره تماس زملكاويه. لو حسبنا الكوره النهارده لو في كده احصائيات الكوره خرجت بره الملعب خلال الوقت اللي احنا لعبناه ساعه بالتمام والكمال، وصلنا اهو للدقيقه 60، ان اللعيبه بتتعامل الاسهل يطلع بره، حتى التمرير اللي مش مظبوط بره الملعب زي الكوره اللي شفناها. ادي اختيار تاني، يوسف وائل رقم 8 واحمد خالد، واحد من اللعيبه المهمين، احمد خالد هينزل قدامنا، غايب النهارده احمد حنفي واحمد مجدي، اتنين مصابين من تشكيله نادي الزمالك، وغايب هشام فؤاد وكريم حامد، قلت النادي الاهلي رحل عنه اتنين من اللعيبه التقال، لاعب كباكا وزعلوك اللي راحوا لنادي مودرن فيوتشر في شهر يناير، انما هنشوف اختيارات محمد عبد الله المدير الفني دلوقتي بالثنائي اللي نازل قدامنا، يوسف وائل واحمد خالد، اللعيبه اللي بتشتغل في الخط الامامي، وهيسحب مين من الملعب؟ كان اول اختيار من الملعب، ادي خارج دلوقتي يوسف، وخرج قبله عمار ياسر، وهنشوف مين التاني اللي نزل مكانه احمد خالد اللي هيشتغل في الخط الامامي. يبقى نادي الزمالك كده عمل ثلاث تبديلات، علي جمال ويوسف وائل واحمد خالد. نادي الاهلي تبديل وحيد بوجود محمد رأفت اللي بيشتغل دلوقتي في الخط الامامي، ورجع بقى يوسف جمال يقدم خدمات يوسف سيد عبد الحفيظ اللي خرج مصاب الراجل من 7-8 دقايق. ملعوبة الكرة تاني من جديد، ادي التمريرة للامام من علي جمال اللي خد واجبات محمد ابراهيم في الطرف اليمين الدفاعي، علي جمال رقم 4، يلعب على طول حازم جمال، لبيب يرجعوه لورا عند معتز، وسط الملعب يوسف وائل اول لمسه ليه يمشي الكره في اتجاه انس وائل، موجود يوسف وائل وانس وائل، هو الجيل ده الاسماء بقى، هتلاقي وائل والاسماء اللي احنا عارفينها دي اللعيبه الصغيرين على جنب، متيابة يوسف وائل، انما يطلعها بره بروح طيبه، برافو يا ولد يا لعيب، برافو يا ولد يا لعيب محمد السيد،
مشهد اللي احنا شفناه، فرقته متأخرة بجون، وأول ما لمح لاعب النادي الأهلي واقع هناك في الدايرة يطلع الكرة بره. هنشوف كده يوسف جمال هو اللي واقع ولا مين؟ إنما محمد السيد، برافو يا ولد يا لعيب. الروح الرياضية أهم حاجة في الكورة. آخر حاجة المكسب، ده اللي يكسب يكسب، البطولات موجودة واللعيبة والمباريات سواء كبيرة صغيرة. النهاردة قلنا مباراة قمة على مستوى فريق 2005 أهلي والزمالك، والاتنين هيفضلوا يتنافسوا طوال ما في كورة قائمة، هم قطبي الكرة المصرية. والهدف الأول إن اللعيبة اللي احنا شايفينها تلعب للفريق الأول ومنتخب مصر بعد كده، بصرف النظر مين اللي هيكسب مين اللي هياخد البطولة. كابتن حسن محمد بيدي تعليمات لمحمد رأفت اللي قلت لحضراتكم دفع بيه، اشتغل في الخط الأمامي ورجع يوسف جمال يشتغل باك يمين مكان يوسف سيد عبد الحفيظ، تبديل اللي عمله النادي الأهلي لغاية دلوقتي. وفي المقابل قلنا ثلاث تبديلات الناحية التانية، ولكن تبقى النتيجة كما هي، تقدم أهلاوي بهدف محمد أحمد شيبة. سلامات وادي بيطيب كده خاطره يوسف وائل لاعب نادي الزمالك. الناحية التانية الكابتن محمد عبد الله ورفاقه في الجهاز الفني، مع الكابتن محروس السيد، كابتن محمد عبد الجواد مدرب الحراس، خالد عمران الإداري النشيط واحد من أصغر الإداريين في قطاع الناشئين، كابتن خالد عمران كان لعيب على فكرة في قطاع الناشئين، خالد عمران المدير الإداري. ترجع الكرة لورا بيرجعها شيبة تمام كده للحارس أحمد جمال. دي 64، 1-0 للنادي الأهلي. طرف الشمال استلام مرة تانية، رجع لورا أنس وائل هو اللي يبدأ، إنما تطلع بره خارج الخطوط إلى آوت أهلاوي. تماس هناك عند يوسف جمال، إنما اللي راح لها هو يوسف، هو الكابتن النادي الأهلي. ملعوبة الكرة تاني من جديد من المنطقة الدفاعية، يطلع ويشيل علي عبد المجيد، ولكن خارج الخطوط. مباراة متوسطة فنيا، ما شفناش حاجة جديدة في الكورة النهاردة باستثناء طبعا التمريرة بتاع الراجل اللي واقع قدامنا فارس خالد والانفراد اللي عمله شيبة وسجل منه. بعد كده مباراة من ال 18 لل 18، الزمالك كان قريب للتعادل قبل نهاية الشوط الأول، ولكن ما شفناش الهجمات العنيفة من كلا الفريقين بعد كده عشان النادي الأهلي يزود أو الزمالك يقرب للتعديل. ادي محمد رأفت مدينا ظهره، 7 تجوان لرأفت، وكباكا اللي رحل عن النادي الأهلي مسجل 7 تجوان، دول 14 هدف من 45 جول سجلوهم لعيبة 2005 خلال ال 19 مباراة اللي هنعتبر الدور الأول. يعني تقريبا 30% من القدرات التهديفية لمحمد رأفت وكباكا، ولكن كباكا خلاص مش مع النادي الأهلي. متيابة ضغط عليه رأفت، تمريرة هناك عند محمد السيد اللي مايل ورايح على الجبهة اليسرى، طويلة أمامية من السيد في اتجاه أحمد خالد، ولكن تطلع برة. تماس للمرة بقى، عد زي ما تعد رميات التماس النهاردة، تتلعب هناك تاني عند متيابة. متيابة سقطها جوه ال 18، ضربة الرأس إلى ضربة ركنية، يتعامل مع أحمد وحيد اللي رجع ورا مع الاثنين قلبي الدفاع عابدين ومعتز محمد، وتطلع بره إلى ضربة ركنية زملكاوية. لو الأهلي خلص اللقاء كده يبقى 44 نقطة. نشوف الركنية وبعدين نكمل، عرضية خطيرة تعدي الناحية التانية في اتجاه يوسف وائل، حطها تاني جوه الملعب ويلحقها قبل ما تخرج ويلعب عرضية. يا ولد يا لعيب، عمل عليها مجهود كبير قوي، لما تروح هناك عند أنس وائل، أنس إلى متيابة، متيابة عرضية داخل الصندوق، يطير ويطلع بشكل حلو قوي معتز من قدام الحارس حازم جمال، ويقدم الحلول الدفاعية بشكل طيب معتز، إنما تترد الناحية التانية، يرد من الناحية العكسية لعيبة نادي الزمالك، كرة رايحة جاية
من 18 الاهلي لوسط ملعب محمد السيد ويوسف حسن. ادي ضغط من اللاعب البديل يوسف وائل اللي نزل من 3-4 دقايق. انما تروح هناك في الطرف اليمين محمد رافت، رافت ليوسف جمال هيظبط على يمينه ويسدد، ظبط فعلا وسدد، انما ما كانش لسه عدل نفسه قوي فالكره ما طلعتش بالقوه المطلوبه في وسط الملعب. ايمن امير، ايمن امير ياخد معاه ضربه حره، فاول لصالح ايمن امير. راح النادي الاهلي بالهجمه اللي فاتت وقرب كويس قوي يوسف جمال من منطقه جزاء علي عبد المجيد وسيد اسامه، انما اللمسه الاخيره ما طلعتش بالشكل المطلوب وتترد على طول بفاول في وسط الملعب عند علي عبد المجيد اللي استلم قدامنا الى محمد السيد. محمد السيد طويله اماميه عند احمد خالد، احمد خالد تهرب منه الكره وتطلع بره الى ضربه مرمى. ادى احمد خالد برضه مسجل 4 اجوان مع فرقته. احمد خالد من ال 34 جون اللي جابوهم عمار ياسر اللي خرج في الشوط الاول مسجل 4 اجوان، وايمن امير اللي موجود في الملعب مسجل 4 اهداف، ويوسف برضه اللي موجود في التشكيله 4 اجوان. يبقى ادي 5 اسماء مسجلين 20 جون لنادي الزمالك موجودين في التشكيله النهارده بما فيهم احمد خالد اللي نزل مع الشوط الثاني. برضه القدرات التهديفيه موجوده اهيت في تشكيلة محمد عبد الله. من الطرف اليمين يوسف جمال يسلم إلى فارس خالد يلعب عرضية، إنما يرجع لورا، برافو يا ولد محمد السيد، ويتعامل وتطلع بره إلى تماس للنادي الأهلي. آدي الكابتن حسن محمد اللي قلت ليه بطولة مع قطاع الناشئين في طلائع الجيش، وجي خلفا للكابتن علاء عبده خلال دوري الدور الأول أو ال 19 لقاء اللي لعبهم كل فريق، وبيكمل المسيره بقى. كابتن علاء انضم لجهاز الكابتن وائل رياض في منتخب 2005 وخد البطوله مع 2005 على فكره، بطوله الجمهوريه السنه اللي فاتت. بتكلم بقى على الكابتن علاء عبده قبل نهايه الدوري ب7 اسابيع بالتمام والكمال. من الجنب اليمين البدايه معتز جاي من الخط الدفاعي، انما تمريره مش مظبوطه، يظبطها يوسف وائل الى خضري اللي غير وضعيته الفنيه ومكانه الجهاز الفني بعد ما دفع بعلي جمال من على الخطوط من بره مع نهايه الشوط الاول. بدا خضري يبقى محرك هجومي من مناطق وسط الملعب. تكعب الكره تاني جوه ال 18، طلع الدفاع ويشيل، انما يجيبها خضري يختل توازنه وهو بيلعبها عند يوسف وائل. دفاع الاهلاوي عن طريق عبدين طلع ويشيل في اتجاه محمد رافت، رافت تعلى كوره انما تروح تاني لشيبه، شيبه هو اللي زايد وطالع لقدام، ورافت هو اللي متقدم وياخد معاه رافت رمي التماس. 70 دقيقه، تلت ساعه على نهايه المباراه، تقدم اهلاوي. محمد احمد شيبه الدقيقه 27 من الشوط الاول من لقاء قمه 2005 في الاسبوع الاول من دوري التصفيه الاخيره بين 10 فرق. مين بطل المسابقه اللي هتنتهي ان شاء الله في شهر ابريل القادم بعد ما كل فريق يخوض 9 لقاءات من ال10 انديه اللي قلناهم 3-4 مرات خلال الوقت اللي فات واحداث المباراه. على مهله يوسف جمال، بفكر حضراتكم بالتبديلات اللي عملها كابتن حسن محمد سواء جوه الملعب او لما خرج يوسف سيد عبد الحفيظ. رجع بقى لورا يوسف جمال اهو بيقدم الخدمات الدفاعيه كباك يمين رئيسي، عرضيه انما تروح سهله لاحمد جمال. طويله اماميه، متيابة بيشترك وياخد منها اوت علي جمال. تتلعب تاني على حدود ال 18، شيبه راجع لورا انما فاول لصالح النادي الاهلي على مهله
فارس خالد هيسيب الكوره لمعتز ويطلع ويزيد لقدام، وهيلعب بقى معتز محمد الطويله الاماميه. ادي الضربه الحره اللي خد بينها شيبه، دفعه من يوسف وائل شفناها مره تانية من على حدود المنطقه، يطلع بدماغه علي عبد المجيد ويجي ايمن امير على منطقه وسط الملعب، هو اللي يسند الكره لورا عشان يبداوا الهجمه، وراح تاني ايمن بقى على حدود منطقه جزاء النادي الاهلي. استلام من يوسف، يوسف وائل بعرض الملعب الى متيابه، دخل بيها في العمق متيابه عند محمد السيد، تهرب الكره من تحت رجله ما يقدرش يعمل عليها كنترول وياخدها تاني. الاحمر يروح بهجمه مرتده في اتجاه شيبه، محمد احمد شيبه، شيبه حوار ثنائي يمررها عند رأفت على شماله خطيره، انما كان في تسلل، كان في تسلل عملها كده شيبه مع رأفت، اتحرك له حلو قوي في الشبكه من بره، انما كان في رايه من المساعد الثاني محمد الزناري. محاوله هجوميه اهلاويه تنتهي بتسلل، ولكن النقص العددي في الخط الدفاعي لنادي الزمالك كان باين في الكره اللي فاتت اللي راح بيها شيبه مع محمد رأفت، كل الفرقه كانت زايده لقدام وقل العدد في الحته الدفاعيه. هنشوف كده الهجمات المرتده لو اندفع بقى كل خطوط ولاعيبه الابيض الوقت اللي جاي عشان يعدلوا النتيجه. رمي التماس انس وائل الى محمد ابراهيم، محمد ابراهيم اللي راح في الطرف الشمال، ترجع تاني من فارس خالد. ادي الكلام اللي انا بقوله، بقى في اتنين من النادي الاهلي وبقى في مدافع دلوقتي اللي موجود علي عبد المجيد، كان هيبقى اتنين على واحد، انما محمد رأفت هو بيتكلم مع شيبه ما يدروش يستثمروا المساحات الفاضيه الكبيره في الهجمه المرتده. عرضيه ملعوبه، عابدين، عابدين قلش اول مره انما يظبطها تاني الى يوسف جمال، طويله عاليه من يوسف جمال عند فارس خالد، يشترك محمد السيد وياخدها، محمد السيد طالع لقدام، انما في فاول اعتبر كده ان محمد السيد هو اللي دفع لاعب النادي الاهلي، رايح بيعترض يوسف وائل اللي جه من على دكه البدلاء، بيتكلم كده مع الحكم هيثم عثمان، لسه موجود بقى على دكه بدلاء النادي الاهلي. ادي اللعبه بتتعاد بتاعه محمد السيد، حتى الحذاء اتخلع من، هنشوف كده اللعبه تاني واحنا بنقول بدلاء النادي الاهلي. معاذ محمد وادم سمير، يوسف عفيفي، سيف ايمن، وعزت منصور، هشام مصطفى، محمد هيثم عبد العظيم، وطلع يوسف سيد عبد الحفيظ ولعب مكانه محمد رأفت. تبديل اللي عمله الجهاز الفني، بيتعادل فاول للمرة الثانية والثالثة، فاول للنادي الاهلي. واخر ربع ساعة من احداث المباراة هنشوف الكابتن محمد عبد الله بعد ما دفع بأوراقه بداية من نهاية الشوط الاول بوجود علي جمال، وبعدين الشوط الثاني دفع بيوسف وائل واحمد خالد، واحد في وسط الملعب واحد قدام ال 18 يشتغل جنب ايمن امير، وبعض التعديلات الفنيه اللي كان عملها مع نهايه ال 45 دقيقه الاولى. ولكن في اعتقادي من وجهه نظري المتواضعه ما تغيرش الحال كتير هجوميا للعيبه الابيض بعد التبديلات اللي اتعملت. ضربه حره، طالع حازم جمال هو اللي هيلعب، طويلة أمامية من حازم جمال في اتجاه شيبة بدماغه على حدود ال 18، إنما فاول. محمد رأفت بيتكلم إنما الحكم خلاص إدى قراره، لعبة بعيدة وما فيهاش أي مشاكل، لعيبة لازم يكون عندها ثقافة بقى عدم الاعتراض، يعني حتى كرة غير مؤثرة حتى لو الحكم قراره مش سليم 100%، الكلام ده بنقول على اعتبار كده لازم نتعلم. محمد ابراهيم، طويلة من محمد ابراهيم، يقلب الكرة مرة تاني محمود لبيب على حدود ال 18 بدماغه، يردها عابدين، هيلحقها انس، فعلا يدخلها تاني انس وائل جوه الملعب، انما هنشوف حكم ادى فاول بعدها. استلام من جديد، ايمن امير، ايمن يسقطها جوه ال 18 ولكن تدخل دفاعي، برافو يا ولد يا لعيب، طلع كويس قوي. هنشوف اللعبة اللي فاتت دي، محمود لبيب هو اللي دخل وغطى بشكل مثالي واكتر من رائع. وادي تبديلين، زياد محمد هيكون اختيار الوقت اللي جاي،
هنشوف زياد محمد هينزل بدل مين؟ وضربة ركنية لصالح نادي الزمالك. ضربة ركنية تتلعب على ايمن قريب في منتهى الخطورة، لما يطلع مرة تانية الدفاع. متيابة يظبط الكورة، متيابة انما لسه الكورة في الجبهة الشمال اللي فيها لبيب. خلصوا الكورة ويرجعوا تاني. محمد رافت راجع على وسط ملعبه. محمد رافت كرة مشتركة تروح مرة تاني عند محمد السيد. انما وقع على الارض في الاشتباك اللي فات محمد ابراهيم. سلامات يا محمد، ان شاء الله يوم سليم ما فيهوش اي حاجة. ادي الكرة اللي دخل فيها طارق فوزي ومحمد ابراهيم. خدوا كده بعد الكرة طارق فوزي بكل امانة اللي احنا شايفينه على الشاشة بقى ده اسمه كلام طارق فوزي. خلاص كرة اشتباك بعدها ممكن يبقى في قرار وكارت من الحكم. ادي التبديلات اللي هيعملها نادي الزمالك. زياد قدامنا وهنشوف ياسين ولا مين هيكون الاختيار التاني. احمد خالد نزل ونزل يوسف وائل ونزل علي جمال. التعليمات الأخيرة خارج أنس وائل كابتن نادي الزمالك. وتبديلين نشوف مين اللي خرج تاني مع أنس. وبيتعالج قدامنا حازم جمال اللي قلت تألق النهارده في الكورة اللي فرقت مع فرقته كتير وهما متقدمين مع نهاية الشوط الأول. لعبة عمار ياسر وقدر يتعامل معاها الانفراد حازم جمال بشكل اكتر من رائع. والكرات التانية اللي جات له بقى ما بين سهلة ومتوسطة كده برضو تعامل بثبات. قربنا من الدقيقة 80، مازال نادي الزمالك يبحث عن هدف التعديل. الاهلي متقدم بجون. قلنا الغيابات هنا وهنا، سواء اللعيبة اللي مصابة او اللي خرجت فنيا من التشكيلة او اللعيبة اللي رحلت بقى زي اللعيبة اللي مشيت من نادي الاهلي. تلعب الكرة عالية داخل منطقة الجزاء. محمد السيد يصطدع تسديدة يا ولد، هي عليت اه انما واخد قرار شكلها خطير وهي رايحة ولكن تعلى عن مرمى حازم جمال. ادي الكرة اللي كان اشتبك فيها طارق فوزي، وقلت التكملة بقى في الكرة هو ده اللي مشهد ما بيبقاش حلو. خلاص الكرة طلعت بره ما يجيبش رجل اللعيب، انما لغاية دلوقتي مباراة ماشية بروح طيبة بين اللعيبة مفيش اي مشاكل. محمد السيد ياخد فاول، ضربة حرة قريب. هيثم عثمان حكم المباراة ويدي قرار بضربة حرة تتلعب على طول. يوسف وائل الى محمد ابراهيم. محمد ابراهيم جه تاني على عدلته هنا. محمد ابراهيم كباك يمين. ترجع الكرة لورا، ضغطوا لعيبة النادي الاهلي. حازم جمال في اللعبة اللي فاتت انما الراجل يشيل لقدام قبل شيبة. محمد ابراهيم يرد من الناحية التانية ورايع الكرة. محمود لبيب طويلة امامية هناك عند ال 18 الى شيبة. شيبة لعادل خطيرة، انما يا ولد يا ولد يا احمد يا جمال لسه خطيرة. محمد رأفت الجون التاني، جول جول جول، هدف تاني للنادي الاهلي. اول مرة يتألق احمد جمال ولكن يجيبها لعيبة النادي الاهلي تاني ويسجلوا الهدف عن طريق محمد رأفت الخطير. يبقى النادي الاهلي بيتقدم بثنائية، جون الاول لشيبة والجون التاني برضه ساهم فيه شيبة بعد العرضية اللي اتعملت ليه محمد رأفت. تألق اول مرة قلنا احمد جمال ولكن اتردت الكورة، لعيبة نادي الزمالك ما كانوش موجودين
داخل الصندوق بالعدد الكافي اللي يقدروا يتعاملوا. ادي البدايه عند لبيب، وادي حاله الفوضى الدفاعيه للعيبه نادي الزمالك. شيبه اول مره يلعبها عند ابراهيم عادل والتسديده، ولكن يطلع الحارس وتترد تاني، والعرضيه خلاص بقى مفيش اسهل من كده يعملها ابراهيم عادل الى محمد رأفت عشان يسجل هدف تاني يقرب بانتصار غالي للنادي الاهلي خارج ملعبه في قمه دوري 2005 امام الغريم التقليدي نادي الزمالك. 2-0 دقيقه 82 والدقيقه 27، هدفين باللون الاحمر. طويله اماميه، عابدين عامل التغطيه الدفاعيه ولكن تخبط فيه وهتبقى ضربه ركنيه. فعلا ضربه ركنيه خبطت في عابدين وهي خارجه، ضربه ركنيه. النادي الاهلي النهارده قدر يستغل الاخطاء الدفاعيه للعيبه الابيض. الجون الاول التمريره اتعملت حلوه قوي لغايه ما سجل منها شيبه. نشوف العرضيه من الركنيه، طلعها بالبوكس ويتعامل معاها حازم جمال. حازم جمال على وسط الملعب، كل الفرقتين كانوا موجودين في وسط ملعب النادي الاهلي. راجع لورا متيابة وكان معاه محمد ابراهيم كمان، انما يرجعوه لورا لاحمد جمال اللي طلع الكوره اول مره من ابراهيم عادل، انما ردت لابراهيم في نفس المكان اللي موجود فيه وعمل العرضيه السهله لمحمد رأفت اللي سجل منها. النهارده بيجيب ثامن اهدافه رأفت بقميص النادي الاهلي في دوري الموسم الحالي. عاليه طويله، طلع مره تانيه الدفاع من الناحيه التانيه علي عبد المجيد بره الى تماس لصالح نادي الزمالك. تلعب رميه التماس، علي جمال راح هناك بعد ما كان مشغله محمد عبد الله مكان محمد ابراهيم. نقل النهارده الاطراف اكتر من مره سواء على المستوى الدفاعي او مستوى لعيب الوسط اللي بيزيدوا لقدام، ولكن ما شفتش جديد من التبديلات داخل المستطيل. نادي الزمالك كان بيروح بيتعامل دفاع الاهلي بثبات بدون اي مشاكل. هنشوف التبديلين اللي جايين. معاذ محمد و هشام مصطفى، يبقى معاذ وهشام مصطفى تبديلين. موجود الكابتن عمار المدير للنادي، المدير الاداري للنادي الاهلي كابتن عمار فتحي، وخلاص بيأمن ملعبه بقى حسن محمد. دلوقتي لعيبه معاها مجهودها البدني تقدر تنزل تشتغل في منطقه وسط الملعب. خرج فارس، وده الجون الثاني اللي جابه محمد رأفت بعرضيه ابراهيم عادل بعد ما ردت الكوره من الحارس احمد جمال. ويتحمل جزء كبير دفاع نادي الزمالك مسؤوليه الهدف الثاني. وادي فرحه لعيبه النادي الاهلي، ليهم حق طبعا. بفكر حضراتكم ان فريق زد 46 نقطه متصدر البطوله، ام ب 42 نقطه، الاهلي 41 قبل مواجهه اليوم، والزمالك رابع ب 40 نقطه. طلع مره ثانيه قبل شيبه علي عبد المجيد على وسط الملعب، تروح عند يوسف وائل. يوسف بعرض الملعب، يبدأوا تاني من الخلف للأمام. مقطوعة الكرة من جديد، أول لمسة للبديل هشام مصطفى، حطها في اتجاه محمود لبيب اللي بدأ يزيد. لبيب وطارق فوز هو اللي رجع لورا بيأمن دفاعيا في الجبهة اليسرى. يوسف وائل هناك يلعبها في الطرف اليمين، دخل لجوه محمد السيد. رأفت بيحلق من بعيد، طويلة أمامية على حدود ال 18، إنما يشتت مرة تاني من قدام المنطقة بشكل كويس طارق فوزي اللي قلت لحضراتكم تواجد خلاص جنب عابدين ومعتز في خط الدفاعي في الجبهة اليمين. بقى يوسف جمال هو اللي بيشتغل مكان يوسف سيد عبد الحفيظ اللي خرج مصاب. متيابة، متيابة على حدود المنطقة يلعبها، دفاع الأهلاوي يتعامل وياخدوا منها فاول. رجع لورا قدم معاذ محمد خدماته الدفاعيه، معاذ اللي لسه نازل بصحبه هشام مصطفى، وياخد منها فاول النادي الاهلي. ده الجهاز الفني يترقب اهو
لنادي الزمالك الوقت اللي جاي. الدقيقة 88، 2-0 للنادي الأهلي. شيبة ومحمد رأفت أصحاب الأهداف. تاني ملعوبة هناك عند هشام مصطفى، إنما لسه جوه الملعب ما خرجتش. طلع تاني لقدام محمد إبراهيم. يوسف وائل، يوسف يلعبها على وسط ملعبه. طويلة تاني أمامية لخالد، أحمد خالد يرجع بيها على يوسف إلى متيابة. وضربة حرة لصالح نادي الزمالك. رجع تاني معاذ على وسط ملعبه. هيثم عثمان قريب من كل كرة لغاية دلوقتي، مفيش أي مشاكل في القرارات. عمل تبديلاته كابتن محمد عبد الله على مستوى الخط الهجومي، الخط الأمامي كله، دفع بالأوراق اللي تقدر تغير له الشكل، ولكن دون جدوى حقيقية لغاية دلوقتي. فاول من مكان كويس، إنما سهلة تروح إلى حازم جمال. سهل الراجل بياخدها وينزل بيها بذكاء كده، ياخد ثواني يريح لعيبته وعارف خلاص ان المباراة رايحة للنهاية. طويلة امامية برا الملعب. هنشوف كده محمد هيثم عبد العظيم بيستعد للنزول. واحد من اللعيبة الوافدة للنادي الأهلي الجديدة محمد هيثم عبد العظيم من نادي زد. وهنشوف هيكون اختيار الوقت اللي جاي مكان مين. تلعب العرضية خطيرة، إنما يطلع مرة تانية الدفاع. برافو يا ولد يا لعيب. تغطية العكسية من طارق فوزي النهاردة منتهى الجمال والروعة. مرتين ثلاثة في ظهر عابدين. وادي انذار لشيبة صاحب هدف التقدم لفرقته النهاردة محمد أحمد شيبة. يديله كارت الحكم، انما برضه عامل جيم طيب محمد شيبه. طبعا جايب جول لفرقته، فضلوا متقدمين لغايه الدقيقه 82، وامن بقى رأفت بالجون الثاني. طويله اماميه يلمسها بدماغه شيبه عند رأفت، يرجع بيها رأفت على وسط ملعبه. استلام من احمد وحيد. يا ولد يا لعيب هناك في الطرف اليمين يبدا الهجمه، ولكن ارتداد من زياد محمد هو اللي بيقفل. زياد يلعب لمحمد السيد، الى زياد مرة تانية. محاولة لنادي الزمالك من وسط ملعبه، انما لسه ما راحوش للاماكن المهمة عند 18 حازم جمال حارس مرمى النادي الاهلي. تمريرة مرة تانية، يوسف وائل. يوسف يلعبها يوسف ويسلمها هناك عند علي جمال، يردها تاني ليوسف. عمل اربع خمس تمريرات لغاية ما وصلوا لل 18 بشكل كويس، ولكن تقفيل لعيبه النادي الاهلي كلهم رجعوا. ادي 2 4 6 8 9 9 لعيبه عند 18 الحارس، وكلهم بيقفلوا دفاعيا على كل مناطق ومفاتيح اللعب عند تشكيله نادي الزمالك الهجوميه. رجع لعيبه النادي الاهلي ضلموا الدنيا عند منطقه الجزاء. ضربه ركنيه زملكاويه. خلاص الدقيقه الاولى من الوقت المحتسب بدل الضائع. عابدين يتعامل ويطلع الى ضربه ركنيه للمره الثانيه. محاولات زملكاويه يقربوا النتيجة. هنشوف كام دقيقة هيحسبها هيثم عثمان. عرضية تاني خطيرة خطيرة، مش ممكن مش ممكن اللي فاتت دي. أحمد خالد أسهل كورة، أسهل كورة يسجل منها، ولكن يشتت الكورة على طريقة المدافعين ويضيع أهم فقرة هجومية لفرقته في الشوط التاني. أدي اللعبة والكرة سقطت قدام أحمد خالد بشكل غريب، بشكل غريب يطلعها لخارج الملعب. كان الجون ده هيخلي الدقايق اللي فاضله ايه؟ هيبقى ماتش نار، ولكن يرفض الهديه احمد خالد ويضيع اقرب كره لفرقته. تلعب تاني على وسط الملعب يوسف وائل اللي عامل نشاط في منطقه وسط الملعب عند ايمن امير. دفاع الاهلاوي يطلع على وسط الملعب تاني، موجود عند يوسف. اشتباك واشتراك محمد السيد.
خلاص يا محمد السيد وياخد معاه فاول. ضربة حرة الدقيقة الثالثة بدأنا فيها قمة 2005 الزمالك واهلي على ملعب نادي الزمالك ب100 عقبة. الاهلي متقدم بجونين والزمالك بيحاول، انما تقفيل دفاعي بشكل جيد. المنظومة الدفاعية النهاردة للعيبة الكابتن حسن محمد المدير الفني للنادي الاهلي قدموا مباراة طيبة جدا. النتيجة بتقول لك كده، حتى عدد الهجمات الخطيرة قلنا مرتين، مرة في الشوط الاول لعبة عمار ياسر ومرة في الشوط الثاني احمد خالد. دي هجمات نادي الزمالك العنيفة في لقاء اليوم. هتلعب الكرة طويلة امامية، بره الملعب الى تماس، خلاص اللقاء بينتهي. يلعب محمد ابراهيم اليوسف وائل هناك بيغير اتجاه اللعب، انما متمركز يوسف جمال الباك اليمين بشكل كويس. خدوها تاني لعيبة نادي الزمالك، ايمن تسديدة يا ولد الابتكار الفردي، الراجل قال لك اشتغل لوحدي انما في الشبكة من بره، عملها كويس قوي ايمن امير، انما مقفل الزاوية الضيقة حازم جمال. اهي اللعبة اهي بتاعت ايمن امير، ودي الحلول الغير تقليدية، الراجل لوحده اتصرف واشتغل وسدد ولكن في الشبكة من بره. محاولة زملكاوية مع الثواني الأخيرة من أحداث المباراة النهاردة. الأهلي هيرفع رصيده ل 44 نقطة وهيجي في المركز الثاني لغاية ما نشوف نتيجة إنبي في المرحلة أو الأسبوع الأول من دوري التصفية النهائية، والزمالك هيتوقف رصيده عند 40 نقطة. وإحنا في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضايع، مقطوعة كرة تاني على منطقة وسط الملعب، تمريرة أمامية إنما ياخدها طالع كويس حازم جمال وياخد الكرة بدون أي مشاكل. آدي الركنية بتتعاد والكرة اللي وقعت وجاله هدية أحمد خالد ولكن يطلعها بره. آدي أحمد خالد قدامنا، قلت مسجل لفرقته 4 تجوان الموسم الحالي. محمد رافض صاحب الهدف الثاني يستلم ويرجع لورا، يلعبها ليوسف جمال، يعلق واحده داخل المنطقه عاوز يقلبها شيبه، تروح عند هشام مصطفى داخل ال 18 الدفاع الزملكاوي يتعامل ويطلع مره ثاني ولكن في دفعه فاول. ادي محمد هيثم عبد العظيم وجنبه هيبقى في تبديل ثاني، ادم سمير، ادم سمير ومحمد عبد العظيم تبديلين. حتى لو هيلعبوا دقيقه ويشاركوا في لقاء الزمالك بيبقى حاجه معنويه جيده للعيبه، والمدير الفني كمان يريح اللعيبه جوه الملعب بالتبديلين ده، يقفوا يريحوا شويه حتى لو الحكم صفر بعدها. خرج شيبه محمد احمد صاحب هدف اللقاء الاول، لعب الكره مره تاني الدقيقه السادسه بدانا فيها طبعا عشان التبديلات الكتير اللي كانت في الشوط الثاني، حكم بيحسب كل الوقت ده. يوسف وائل يرجع لورا، محمد ابراهيم يستلم على الارض يلعبها ليوسف وائل، علي عبد المجيد في الجنب الشمال عند علي جمال، علي جمال تتلعب تاني الى جمال يعديها بشكل حلو عند يوسف وائل، حطها في الناحية التانية مفيش حد خالص في التمريرة اللي عملها يوسف وائل، وتروح برة الى ضربة مرمى. محمود لبيب هو اللي هيلعب، اللي اشتغل النهاردة في الطرف الشمال مع طارق فوزي، والاتنين تبادلوا الادوار على المستوى الدفاعي والهجومي. محمد السيد يرجع لوسط ملعبه، نقلتين تاني وضربة حرة. خلاص المباراة بتسير في اتجاه انتصار اهلاوي عشان النادي الاهلي، يبقى النهاردة ياخد 3 بونت في دورة التصفية النهائية، والزمالك الدور الاول خد 2 بونت في لقاء ضربات الترجيح من نقطة الجزاء بعد ما تعادلوا في الوقت الاصلي للمباراة.
وقلنا نظام البطولة التعادل بتروح لضربات الترجيح، اللي يكسب ياخد نقطتين واللي يخسر ياخد نقطة، طبعا الفائز ثلاث نقاط اهوت من أول مرة. بره الملعب يطلع إلى رمي التماس علي عبد المجيد، وتشعر إن لعيبة نادي الزمالك خلاص وجهازهم الفني استسلموا للنتيجة تماما. يلعب على طول محمود لبيب، متيابة في الطرف اليمين، هناك عند يوسف جمال، يوسف مقطوعة كرة قدام ال 18. محمد السيد عمل مجهود كبير النهارده، محمد السيد اللاعب رقم 42 في تشكيلة نادي الزمالك. بنتكلم على أداء لعيبة بصرف النظر عن النتيجة. فرقة متأخرة بجونين، ولكن في لعيبة قدمت مجهود طيب النهارده، زي محمد إبراهيم برضو اللي بيلمس الكرة رقم 22، واتكلمت على محمد السيد رقم 42. تلات نقلات يروح بيها في الجبهة الشمال على حدود المنطقة عند أيمن أمير، يطلعها على جنب أيمن، ترقيصة حلوة يا ولد يا لعيب. أيمن أمير، أيمن أمير خطير، طلع الدفاع مرة تانية، ممكن يسدد، تتلعب عند أحمد خالد، ولكن يطلع حازم جمال ويظبط الكرة بتاعته. الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدل الضائع، تسع دقايق وقت محتسب بدل ضائع بيديهم لغاية دلوقتي هيثم عثمان، وما زال النادي الاهلي متقدم بهدفين لمحمد احمد شيبه اللي خرج من الملعب، ومحمد رأفت اللي جه من على دكة البدلاء، هدف في الشوط الاول وهدف في اخر 10 دقايق من الوقت الاصلي، كانت الدقيقة 82 الجون اللي جابه محمد رأفت. تمريرة فارس خالد في الشوط الاول هي اللي ترجمت الهدف الاول، وتمريرة ابراهيم عادل في الشوط الثاني ترجمت الهدف الثاني. صفارة النهاية، النادي الاهلي بيفوز على نادي الزمالك في ملعبه في 100 عقبة في دوري الشباب 2005 2-0. مبروك للنادي الاهلي ثلاث نقاط ووصوله للرقم 44 على مستوى النقاط. هارد لك لنادي الزمالك، تحياتي محمد عفيفي، الى اللقاء في مباريات قادمة.